النهاردة في 8 الصبح اتعرف على حالة الطقس والمرور وأسعار السلع والعملات في فقرتنا الخدمية. أحدث وأهم الأخبار المحلية والدولية هنتناولها من كل الزوايا. أخبار محافظة مصر فأحسن ناس، وقراءة تحليلية لأبرز عناوين ومنشطات الصحف الصادرة صباح اليوم. المستشار هشام بركات فأنا المصري، وتعرف على آخر كواليس عالم الفن وآخر كواليس عالم الرياضة، وقراءة في آخر الخدمات اللي بتقدمها الدولة في قطاع الكهرباء، وكل ما يخص عربيتك في 8 الصبح موتورز. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، يوم جميل ان شاء الله على حضراتكم في بلدنا الحلوه، وان شاء الله كل ايامكم تبقى ايام سعيده. طبعا مع دخول الفصل الصيفي بيبقى مهم جدا ان احنا كل يوم نشوف بيان هيئه الارصاد الجويه، لانه متوقع انه كل يوم تزيد درجات الحراره عن اليوم اللي قبله، احيانا كمان بيبقى فيه ارتفاع في نسب الرطوبه، فناخد بالنا واحنا نازلين هنلبس ايه، لبس خفيف، لبس قطن، ما نتعرضش للشمس كتير، نشرب ميه يعني مرات أكتر خلال ساعات النهار. خلوني أقول لحضراتكم بيان هيئة الأرصاد النهاردة الأربع اللي بتتوقع فيه الهيئة أنه الطقس هيكون حر نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، وهيكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد بشكل عام، بينما الطقس هيكون معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. كمان هيئة الأرصاد الجوية قالت أنه النهاردة هتنشط الرياح على بعض المناطق، وده هيقلل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة وكمان الإحساس بنسب الرطوبة. الهيئة كمان قالت أنه النهاردة هيشهد ارتفاع في نسب الرطوبة في ساعات النهار، وده هيزيد الإحساس بحرارة الطقس عن الدرجات المتوقعة في الظل، بقيم هتكون بتتراوح ما بين درجتين يعني لثلاث درجات. وهيكون بقى على الجانب الآخر في نشاط للرياح مساء، وده اللي هيقلل الإحساس بالحرارة في بعض المناطق، وهيقلل كمان الإحساس بنسب رطوبة بالليل. يعني نقدر نقول إنه الطقس حار، بس الرياح هتخلي الإحساس بدرجات الحرارة والرطوبة أقل، فنشعر إن الجو معتدل ولطيف خلال ساعات الليل. خلونا نشوف مع حضراتكم درجات الحرارة العظمى والصغرى بشكل مفصل في كل محافظات مصر في هذا البيان. يعني متوسطات درجات الحرارة العظمى، يمكن احنا دايما في الصيف بنركز اكتر على الدرجات العظمى لانه بيبقى الجو حر اكتر في ساعات النهار، بس العظمى الحمد لله ما بين 39 ل 40، والمحافظات او المدن الساحلية كمان درجات الحرارة فيها رائعة جدا، والجو يعني معتدل بشكل كبير لكل الناس اللي بدأت اجازاتها واللي راحوا بقى يصيفوا ويستمتعوا بشواطئ مصر الجميلة في كل المدن الساحلية سواء على البحر المتوسط او كمان
كمان على البحر الأحمر، ما عدا طبعا طلبة الثانوية العامة لأن هم لسه في يعني معمعة الامتحانات دلوقتي، هم لسه في ذروة امتحاناتهم والمواد الأساسية. إن شاء الله بعد ما يخلصوا امتحاناتهم ويبتدوا هم كمان أجازاتهم يفضل الطقس معتدل بهذا الشكل عشان هم كمان يستمتعوا بأجواء الصيف الجميلة في بلدنا الحقيقة. خلونا بقى نشوف من الطقس، نشوف المشهد المروري النهاردة إيه الأخبار. هل في كثافات مرورية غير معتادة عن اللي بنتابعها كل يوم على خريطة جوجل، خاصة صلاح سالم وكوبري أكتوبر؟ يمكن إحنا بشكل يومي بنتابع أنه صلاح سالم أصبح بيشهد سيولة مرورية عالية جدا في الاتجاهين، وطبعا منطقة مصر الجديدة ومنطقة مدينة نصر لأنه في أعمال تطوير وتوسعة حصلت في المناطق دي، فامتصت كل الأحجام اللي كانت تبقى موجودة خاصة في ساعات الذروة الصباحية اللي هي كل الناس بتبقى رايحة أشغالها، وكمان ساعات الذروة المسائية كل الناس بتبقى راجعة من أشغالها في نفس التوقيت. لكن كوبري أكتوبر وبشكل يومي الحقيقة فيه بتبقى مناطق كده معروف إنه فيها كثافات، زي المنطقة الأعلى كوبري غمرة وأعلى محطة مصر بالظبط زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة الكثافات موجودة فيها النهاردة. الاتجاه الثاني القادم بقى من وسط البلد رايح مدينة نصر بشكل عام جيد، لكن برضو المنطقة الأعلى محطة القطر هي برضو اللي بتشهد كثافات مرورية. طيب البديل إيه أمامنا على الخريطة؟ ممكن يكون أسفل كوبري أكتوبر لأنه بيشهد سيولة مرورية عالية جدا في الاتجاهين، شارع رمسيس وامتداد، وطبعا سيولة مرورية في الاتجاهين. لما بنوصل عند الكورنيش قدام وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون هنلاقي فيه أحجام مرتفعة بتنتهي عند مطلع كوبري 15 مايو. تطلع 15 مايو تلاقي فيه كثافات متوسطة في الاتجاه اللي رايح للمهندسين، لكن الاتجاه التاني بيشهد سيولة مرورية. ويمكن عدينا كمان على جزيرة الزمالك بتشهد سيولة مرورية عالية، والعجوزة كمان والمهندسين، كل المناطق بتشهد سيولة مرورية ما عدا المناطق اللي احنا بنشوفها على الخريطة باللون الأحمر زي القادم دلوقتي من مدينة 6 أكتوبر هياخد المحور وهو مقرب كده على ميدان لبنان أو نهاية المحور، هيلاقي فيه بعض الكثافات ودي كثافات معتادة. لكن كمان الطريق الدائري المتقاطع مع المحور بيشهد سيولة مرورية عالية، ويمكن الكثافات اللي بتبقى موجودة في نهاية المحور وانت طالع المهندسين دي ممكن نشوف البديل بتاعها لانه في بدائل مرورية مختلفة. الناس اللي جاية من اكتوبر بقت بتسلك محور رود الفرج كبديل مروري سريع او في سيولة مرورية، الناس مثلا اللي جاية من شرق القاهرة للغرب والعكس ممكن تاخد الطرق السريعة الدائرية زي الطريق الاوسطي، وممكن كمان دلوقتي الطريق الدائري بعد اعمال التوسعة اللي حصلت عليه بقى بيشهد سيولة مرورية حتى في ساعات الذروة. ربنا يسلم طريق حضراتكم يا رب، ودايما وكل يوم بتمنى لكم رحلات مرورية سعيدة وسالمة. خلونا من المرور نشوف متوسط أسعار الخضار والفاكهة وأسعار الذهب وأسعار الصرف والعملات الأجنبية وكمان مواعيد الصلاة.
بجدد التحية والترحيب بحضراتكم مشاهدينا الكرام مرة تانية. هبتدي متابعة الأخبار النهاردة بموسم الحج، وممكن خلاص العد التنازلي لاستقبال عيد الأضحى المبارك. كل سنة وحضراتكم طيبين يا رب وبألف خير، وكل الحجاج اللي ربنا كتب لهم الحج السنة دي وأداء هذه الفريضة، يعني ربنا يرجعهم بألف سلامة وربنا يكتبها لنا جميعا. الحقيقة كمان أنه في هذا الإطار البعثة المصرية بتقدم كل التسهيلات وكافة الخدمات لضيوف الرحمن علشان يؤدوا المناسك بكل سهولة ويسر. وتحديدا الخبر اللي هقوله لحضراتكم بيتناول البعثة الطبية المصرية اللي أعلنت وزارة الصحة والسكان عن بدء عمل البعثة الطبية المصرية للحج وتقديم الخدمات العلاجية في عيادات المدينة المنورة ومكة المكرمة، تزامنا مع وصول أول أفواج الحجاج المصريين إلى الأراضي المقدسة. الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان كمان وضح أنه عيادات البعثة بتعمل يوميا على مدار الـ 24 ساعة لمتابعة الحالة الصحية للحجاج المصريين وتقديم الخدمات الطبية وتوفير الأدوية اللازمة، وده بعد وضع اللافتات واللوحات الإرشادية للتعريف بأماكن تمركز العيادات في الفنادق وكيفية كمان التواصل معها. ربنا يرجعهم بألف سلامة يا رب ويتقبل منهم جميعا ويكتبها لكل اللي مشتاق إن هو يروح. ودايما تدعوا لمصر إن شاء الله تكون دعواتكم مستجابة، بلدنا الحلوة ربنا يحفظها يا رب دايما. هروح مع حضراتكم بقى لملف التعليم وتحديدا التعليم العالي وتحديدا اكتر بقى الجامعات الاهليه. الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي اكد انه جوده التعليم لا تقل اهميه عن التوسع في المنشات التعليميه، وشدد على انه الجامعات الاهليه الدوليه بتعتبر اضافه جديده للتعليم العالي. وكشف الوزير خلال مؤتمر صحفي عن إنشاء 11 جامعة أهلية والانتهاء منها خلال العام الدراسي عشان تدخل الخدمة في كل المحافظات، وقال إنه جامعات أهلية في معظم محافظات الجمهورية بترقى بتطلعات المجتمع المصري، وإنه في 27 جامعة مجانية بخلاف الجامعات الأهلية كمان في كل محافظة، وإنه إنشاء جامعة جديدة بتمثل محافظة البحر الأحمر، واحدة تانية في جنوب سيناء فبورديس. وأضاف كمان الوزير إلى أنه تم زيادة حجم المشروعات اللي بتتعمل جوه الجامعات بتكلفة 17.5 مليار جنيه. أشار كمان إلى أنه التوسع في إنشاء منظومة الجامعات التكنولوجية اللي بترتبط بقطاعات الصناعات والتنمية. يمكن إحنا بنتكلم دايما عن الجامعات الأهلية، هي جامعات غير هادفة للربح، عندنا عدد من الجامعات بالفعل اللي بدأت الدراسة فيها من العام الدراسي 2020-2021 زي جامعة الجلالة. جامعة الجلالة يعني أول جامعة تكنولوجية في مصر، بتعتبر واحدة من جامعات الجيل الرابع على مستوى العالم. كمان جامعة الملك سلمان الدولية بأفرعها التلاتة وجامعة العلمين الدولية، وفي جامعات أهلية بقى لسه يعني خلاص إن شاء الله منها اللي قرب يدخل الخدمة بالفعل ويبتدي فيهم الدراسة زي جامعة المنصورة الجديدة، جامعة قناة السويس، جامعة بورسعيد، جامعة بنها، جامعة حلوان التطبيقية الدولية، جامعة بني سويف، جامعة المنيا، جامعة أسيوط، جامعة أسوان، وجامعة سوهاج. احنا بنتكلم في جامعات في كل محافظات مصر علشان تلبي الاحتياجات التعليمية في كل المحافظات لكل الطلبة من كل مكان في مصر، سواء بقى الصعيد أو وجه بحري. وبنتكلم على مجالات جديدة وتخصصات مختلفة، ربما تصل إلى 50 تخصص مختلف بتلبي احتياجات سوق العمل، بتخرج خريجين قادرين على مواكبة التطور التكنولوجي في العالم كله. بنتكلم على مناهج تعليمية متطورة، بنتكلم على خريجين بيتميزوا بالكفاءة المهنية والعلمية، وده اللي احنا كنا بنحلم بيه الحقيقة في التعليم في مصر. ومش بس الجامعات الأهلية، يعني يمكن الوزير كمان اتكلم على الجامعات التكنولوجية والاهتمام بالتعليم بمختلف بقى الأفرع بتاعته، سواء تعليم عالي وجامعات حكومية مجانية وجامعات أهلية، وبنتكلم كمان على جامعات تكنولوجية اللي بتخدم خريج التعليم الفني، لأنه التعليم الفني واحد من أهم الأعمدة لتطوير الصناعة في أي دولة في العالم. فمن الجميل إن احنا بنتكلم على إنه مصر بالفعل ماشية على المسار الصحيح، أكيد هنجني الثمار وهنشوف الفرق على أرض الواقع في السنوات القليلة القادمة.
خلونا من ملف التعليم والجامعات الأهلية أروح مع حضراتكم لملف التموين، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى مرة تانية وتالتة وعشرة. كل سنة وحضراتكم يا رب دايما طيبين وبألف خير، لكن مع اقتراب الأعياد أو المواسم بشكل عام ربما يزيد الضغط على الأسواق، ربما كمان الناس تتجه أكتر إلى أن هي تكون استهلاكية مستهلكة أكتر للسلع وتنزل الأسواق. فالفترة الأخيرة أو مع المواسم يعني والأعياد بشكل عام نسمع من وقت لآخر على مواقع التواصل الاجتماعي شائعات بتقول انه ربما يكون في نقص في السلع، الحق انزل اشتري، الحق خزن، ده اللي مش عارف اللحوم والدواجن هتغلى، ده اللي مش عارف الزيت اسعاره هتضرب في ثلاثة، واشياء من هذا القبيل. والحقيقه انه الدوله المصريه حريصه دايما ان هي توضح حقيقه الامور، ويعني بتخاطب الوعي الجمعي عند المصريين انه الامور دي اخبار غلط، وانه عندنا احتياطي واستراتيجي من كل السلع متوفر في الاسواق، مش هيحصل نقص، ما لقوش. كمان المواسم واستعدادا بقى لعيد الأضحى طرح اللحوم والدواجن في المجمعات الاستهلاكية. الشركة المصرية للحوم والدواجن، ودي إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، بتطرح كميات كبيرة من اللحوم في منافذ الشركة وفي منافذ المجمعات الاستهلاكية استعدادا لعيد الأضحى المبارك. هيتم ضخ 100 طن من اللحوم يوميا، وكمان بيتم طرح الخراف الحية في الشركات أو في الشركة دي يعني بأوزان مختلفة، وكمان طرح لحوم الضاني السودانية الطازة المبردة، وهتكون بسعر 130 جنيه للكيلو، واللحوم السوداني الطازة هتكون بسعر 115 جنيه. كمان الدواجن المجمدة هيتم طرحها بسعر 65 جنيه للكيلو. وقالت إنه الشركة المصرية للحوم عندها كمان 24 منفذ على مستوى محافظات الجمهورية، بحيث تخدم أكبر عدد ممكن من المحافظات والقرى والكفور المحيطة بهذه القرى، حرصا على أنه كل المواطنين يقدروا يستفيدوا من هذه الخدمة، وأنه يقدروا يشتروا بالأسعار يعني في مستوى المواطن المصري، اللي بتكون طبعا مدعمة وبتطرحها الشركة تسهيلا على المواطن، وعشان يقدر يحتفل ويدخل السرور على أهل بيته في العيد. كل سنة وحضراتكم طيبين دايما يا رب. هروح بقى مع حضراتكم للزمالك وسكان الزمالك، لأنه يمكن اليومين اللي فاتوا دول سكان الزمالك وكتبوا ده كمان على مواقع التواصل الاجتماعي، كانوا شامين في الأجواء يعني وفي الجو ريحة غاز بشكل يعني ملحوظ جدا، فده خلاهم يقلقوا وابتدوا يكتبوا ويعني يسألوا على مواقع التواصل الاجتماعي، يا جماعة حد تاني شمم ريحة غاز ولا دي منين، ولا الريحة دي جاية منين ولا ايه. فالمهم يعني ان الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي في المودرن تاون جاز اعلنت، هي طبعا احدى شركات قطاع البترول، اعلنت من خلال صفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي على الفيسبوك تحديدا انه في استمرار لاعمال تعطيل خط غاز متعارض مع اعمال مترو الانفاق في الزمالك في الشوارع شارع البرازيل، احمد حشمت، واسماعيل محمد. الشركة بتهيب بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وبتؤكد الشركة انه هذه الاعمال هتتم باعلى معايير الجودة والسلامة لضمان امان العملاء، وبناء عليه فوجب التنويه لطمأنة العملاء وانه لن يتم قطع الغاز عن العملاء. هي بتطمن طبعا، البيان امام حضراتكم على الشاشة من الشركة، والخط الساخن كمان بتاعهم او رقم الطوارئ كمان كما هو موضح في البيان 129، وفي ايضا خط للتواصل مع خدمة العملاء، وفي موقع الكتروني، كل وسائل التواصل. هي الشركة حريصة ان هي تطمن سكان الزمالك اللي طبعا قلقوا من انه في ريحة غاز في الجو، بتطمنهم ان ده بسبب الاعمال وانه الاعمال بتتم على اعلى مستوى، وبتطمنهم كمان انه حتى والاعمال دي شغالة مش هيتم قطع الغاز عن اي من السكان او العملاء التابعين لهذه الشركة، فاطمنوا ان شاء الله يعني خير ومفيش اي داعي للقلق. هروح مع حضراتكم بقى لقطاع السياحة. احنا الفترة اللي فاتت ويمكن يعني خلال سنتين بس من السنتين ثلاثة اللي فاتوا شهدنا احداث سياحية رائعة
نقلتها كل وسائل الإعلام العالمية، بداية بقى من نقل موكب المومياوات من المتحف المصري في التحرير لمتحف الحضارة في الفسطاط. كان موكب مهيب جدا، كل العالم كان منبهر باللي بيحصل في بلدنا. وغيره من الأحداث برضو في الأقصر، كان في بعد إعادة إحياء وتطوير طريق الكباش، ومنتظر أيضا الحدث العالمي اللي هيكون عالمي على أرض مصرية، وهو افتتاح المتحف المصري الكبير. لكن وخلونا نقف بقى عند نقل موكب المومياوات من المتحف المصري في التحرير، وشكل بقى المتحف بعد نقل الملوك مصر العظماء من المتحف في التحرير لمتحف الحضارة. التطوير اللي حصل بقى في المتحف المصري في التحرير شكله ايه؟ أساليب العرض في المتحف اختلفت، بقت عاملة ازاي؟ ايه القطع الأثرية اللي مازال المتحف المصري في التحرير بيضمها وتكون جاذبة كمان للسياح؟ لأنه لما بنقول أصل أعظم ملوك مصر غادروا المتحف المصري في التحرير واتجهوا إلى متحف الحضارة، بعض الناس ممكن تعتقد أنه مقتنيات المتحف المصري القديم في التحرير يعني ما بقتش بتحتوي على حاجة تلفت للانتباه، لكن على العكس. وده لأنه مصر بلد الحضارة وفيها يعني أكبر عدد من الآثار على مستوى العالم، فدايما كل متاحف مصر حتى المتاحف اللي في الأقاليم بالمناسبة اللي مش واخدة الصيت ولا الشهرة الواسعة زي المتحف المصري في التحرير والمتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة وخلافه، لكنها برضو بتحتوي على أثار مهمة جدا وبتحكي فترات لأسر مهمة في تاريخ مصر. خلونا نعرف التفاصيل عن المتحف المصري في التحرير والتطوير اللي حصل فيه. معنا على تليفون الأستاذة صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف المصري بالتحرير. صباح الخير يا أستاذة صباح، أهلا بحضرتك. صباح الخير أستاذة آية، صباح النور. أهلا بحضرتك. خلينا نتوقف عند التطوير اللي حصل في المتحف المصري في التحرير، شكله إيه؟ إيه اللي اختلف في طريقة العرض عن اللي كان موجود قبل كده؟ الحقيقة المتحف المصري بيشهد دلوقتي أكبر تطوير في عمره اللي بيمتد ل 120 سنة. التطوير بيضم تطوير متحف المبنى نفسه، لأن هو مبنى تاريخي عمره 120 سنة زي ما قلت لحضرتك. رجعنا بالألوان الموجودة في الحوائط سواء في الطابق الأرضي أو الطابق العلوي للون الأصلي وقت افتتاح المتحف عام 1902. ثانيا التطوير بيشمل عرض القطع الأثرية داخل المتحف. بدأنا ب 22 قاعة بتمثل عصور ما قبل التاريخ وعصر الدولة القديمة وعصر المتأخر والعصر اليوناني الروماني، وأيضا إعادة عرض مجموعة هامة جدا موجودة في المتحف المصري هي مجموعة آثار تانيس. التطوير بنبدأ من مدخل المتحف بعصر ما قبل التاريخ. تم إعادة عرض آثار عصر ما قبل التاريخ في المتحف المصري، وبنبدأها بلوحة هامة جدا بتصور الملك نارمر وهو يخلد ذكرى توحيد قطري مصر الشمالي والجنوبي. في عصر ما قبل التاريخ عندنا سيناريو العرض الجديد بيتضمن الحديث عن الملكية في بداياتها الأولى في مصر القديمة، ثم الحياة اليومية والأدوات التي استخدمها المصر القديم في البدايات الأولى من التاريخ المصري القديم. في عصر الدولة القديمة اللي هو بيكون على يسار الداخل مباشرة، بنبدأ بتمثال الملك زوسر، وده أقدم تمثال لملك بالحجم الطبيعي هو موجود في المتحف المصري، والمتحف المصري احتفظ بيه ان هو يكون معروف. طب ايه اللي اختلف يا استاذه صباح في طريقه العرض لكل هذه القطع الاثريه النادره والمهمه بكل تاكيد؟ هل مثلا اسلوب او طريقه الاضاءه على القطع الاثريه، هل مثلا كنا بنسمع في بدايه خطه التطوير مثلا لوحات الشرح انه هيكون الى جانبها شرح صوتي مراعاه لاصحاب الهمم من مثلا الصم والبكم وخلافه، وهل ده معمول بالفعل بعد التطوير في المتحف في طريقه العرض؟ هو طريقة العرض اختلفت في عرض القطع الأثرية نفسها داخل الفترين. كمان الفترين تم الحفاظ على الفترين التاريخية المميزة جدا للمتحف المصري، تم تطويرها، تغيير الزجاج بها، تغيير الدهانات الخاصة بها. تم أكيد مراعاة أصحاب الهمم إن في عندنا في المتحف المصري بطاقات بطريقة برايل. المسارات الخاصة برضو بالمكفوفين برضو تم مراعاتها في الشرح في المتحف المصري.
التطوير كمان شمل تثبيت القطع الأثرية بأحدث الطرق، تثبيت القطع الأثرية في العالم بحيث أن هي ما يكونش فيه تشويش على القطع من خلال تثبيت القطع نفسها. الإضاءة كمان التطوير بيشمل الإضاءة القطع الأثرية بأحدث نظم الإضاءة العالمية، وده مستمرين فيه حاليا. التطوير كمان شمل إعادة العرض وفق سياق مختلف، يعني احنا حفظنا على التتابع التاريخي في الطابق الارضي، لكن داخل الفترة الزمنية الواحدة زي عصر الدولة القديمة تم عرض القطع الاثرية بسياق مختلف. يعني مثلا في قاعة 42 بالطابق الارضي دي تم تجميع فيها عصر ملوك بناة الاهرامات الجيزة، الملك كوفو، الملك خفرع، الملك منقورع، تماثيلهم كلها جمعت في قاعة واحدة. وبعدين تماثيل الأسرة الخمسة والستة موجودة في الممر ومعروضة. يعني رأيتوا التتابع الزمني بحيث الزائر أو السائح اللي يزور المتحف يشعر كأنه في رحلة عبر الأزمنة وعبر الأسر المصرية القديمة المختلفة. طيب أنا فهمت من حضرتك في التطوير بما يخدم ذوي الهمم أنه تم مراعاة المكفوفين تحديدا، والعرض أو الشرح في منه بطريقة برايل. فيما يخص مثلا الصم والبكم، يمكن في عدد من المتاحف حول العالم في اسلوب متبع انه يكون في شرح صوتي بيتغير كل ما بتمر مثلا على قاعه مختلفه، بتبتدي او يبتدي الشرح الصوتي يشرح لك انت موجود فين، بحيث انه حتى لو ما انتبهتش الى اللوحه الموجوده او مثلا ما بتعرفش تقرا اللغه دي فبيشرح لك انت موجود فين بلغات مختلفه. هل ده موجود فيه او موضوع في الخطه؟ هو ممكن يكون يعني موضوع في الخطة فعلا، إنما احنا عندنا قسم التربية المتحفية لذوي الهمم هم بيرافقوا كل رحلة أو كل مجموعة من ذوي الهمم بتيجي للمتحف المصري بيشرحوا لهم المتحف المصري، سواء الإعاقة الحركية أو الإعاقة السمعية، كل دوت بيقوم عليه قسم التربية المتحفية في المتحف. بشكرك شكرا جزيلا أستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير، شكرا لحضرتك. هنتقل مع حضراتكم إلى البحث العلمي و دعم الابتكار في بلدنا، لأنه يمكن في أبريل 2018 تحديدا صدر القانون الخاص بالحوافز التكنولوجية ودعم الابتكار اللي أصدره السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. والحقيقة أنه القرار ده كان له صدى كبير جدا في دعم حوافز ومصادر البحث العلمي. جامعة الأزهر بقى تحديدا، وده يعني لب الخبر اللي هتكلم عنه النهاردة، جامعة الأزهر كان ليها السبق في تلقي هذا القانون اللي أصدره السيد الرئيس، خاصة وإنه الجامعة متنوعة فيها كتير من الكليات العلمية والتطبيقية زي كليات الهندسة وكليات العلوم، وقامت كمان الجامعة بتأسيس الحاضنة التكنولوجية لتنفيذ الأفكار التكنولوجية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال النانو تكنولوجي، وطبعا بتوفر الجامعة من خلالها استشارات علمية للباحثين أصحاب المشروعات الصناعية، خاصة في كلية الصيدلة بنات في جامعة الأزهر اللي بتهتم بالنباتات الطبية، بتقدم الاستشارات في هذا المجال لأنه هي كمان بتتجه نحو تصنيع الدواء، وبخاصة الدواء في مصر معظمه بيكون بالتعاون بين المجال الزراعي والصناعة بسبب مردودها الكبير على الدولة المصرية. خلونا نتوقف عند هذا الخبر وتفاصيله. بينضم لنا على الهاتف الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات والبحوث. أهلا بك يا دكتور، صباح الخير. أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين وأهلا بك يا أستاذ عايا. أهلا بحضرتك يا دكتور. خلينا في البداية نوضح للمشاهد ما معنى الحاضنة التكنولوجية، خاصة يمكن أنه جامعة الأزهر كنت لسه بقول من أوائل الجامعات اللي ابتدت في إنشائها، وكانت كمان في هندسة إينا، فإحنا بنتكلم عن الاهتمام بالصعيد بشكل خاص، كان اسمها رواق على ما أظن. إيه هي الحاضنات التكنولوجية والخدمات أو الاستشارات اللي بتقدمها من خلال جامعة الأزهر؟ اولا من خلال البرنامج انا بحيي واقدر واثمن الدور الكبير لاصدار القانون اللي اصدره السيد الرئيس في ابريل 21 ابريل 2018 اللي هو قانون العلوم والتكنولوجيا ودعم الابتكار. والقانون ده صدرت اللائحه التنفيذيه في 2019 مباشره كانت جامعه الازهر انشات وادي العلوم اللي هو منه بتضم حاضنات تكنولوجيه.
وكان اول حاضنه كانت موجوده في جامعه الازهر، كانت في كليه الهندسه في هنا جامعه الازهر، وكان اسمه رواق، ورواق اسمه مستمد من اروقه الازهر الشريفه. وكان اول حاضنه هي حاضنه رواق، وبعد كده توالت الحاضنات. ثاني حاضنه كانت حاضنه كليه الهندسه، كليه الصيدله، اللي هي مهتمه جدا بصناعه الدواء وزراعه النباتات الطبيه والتعاون بين المجال الزراعي والمجال الاقتصادي في هذا الامر. الحاضنه الثالثه كانت حاضنه كليه علوم بنات برضو جامعه الازهر، ودي بحاضنه للنانو تكنولوجي. الحاضنه الرابعه اللي ان شاء الله باذن الله يتم الاستكمال منها بعد العيد مباشره في اسيوط، ودي خاصه كليه الزراعه، كليه الزراعه، ودي تهتم بالمجال الدي والمجال الزراعي. طب ايه يا دكتور ابرز الخدمات اللي بتقدمها الحاضنات التكنولوجيه خاصه في دعم المشروعات الصناعيه الصغيره؟ اولا حضرتك سالت سؤال بالنسبه للحاضنات ومفهوم الحاضنات. مفهوم الحاضنات، الحاضنه بتقوم على اساس علمي واساس البحث العلمي، ويمكن الدراسه العالميه للشركات اللي بتقوم من خلال حاضنات نتيجه البحث العلمي ونتيجه دراسه الجدوى المتميزه بيكون لها وجود في السوق بنسبه 87%. بينما الشركات التي تقوم بدون رؤيه وبدون بحث علمي ولا اساس علمي ودراسه مستفيضه بيكون لها نسبه النجاح لا تتعدى 50%. اكيد، فاذا الحاضنات هي اللي بتوفر دراسه الجدوى والدراسات العلميه قبل تنفيذ المشروعات. بالظبط، وده تعاون بين العلم وبين الصناعه. وده دور يعني يمكن وان كان تاخر شويه في الجامعات المصريه، لكن ان شاء الله باذن الله القادم بنقول ان هو افضل. طب ايه الشروط يا دكتور اللي على اساسها بيتم دعم المشروعات من خلال هذه الحاضنات التابعه لجامعه الازهر؟ طبعا يعني احنا في صندوق الدراسات العليا في الجامعه بيوفر دعم للمشروعات اللي هي بتقوم على اولا تكون الفكره متميزه، ويكون الفكره لها تطبيق على ارض الواقع، ويكون في نفس الوقت ممكن تنزل السوق المصري بحيث ان هي توفر الاستيراد وتوفر حاجات كتيره وتخلق فرص عمل. طبعا يكون الفكره على ارض الواقع قابله للتنفيذ، وفي نفس الوقت المواد الخام تكون موجوده او تساهم في اللي هي مش موجوده على اساس نوفر الاستيراد. طبعا دي بتوفرها الجامعه لطلبه الازهر او خريج الازهر فقط، ولا اي حد عنده افكار؟ انا عايز اقول لحضرتك في 21 كنا في هنا، وكان في تنافس في حاضنه رواق هندسه هنا بين مختلف الجامعات المصريه، كان جامعات الصعيد تحديدا، كانت منافسه من طلاب من جامعه جنوب الوادي والاقصر واسوان وجامعه الازهر، ويمكن الفرق الفائزه كان معظمها من خارج جامعه الازهر. وكان فرق فائزه يا دكتور، ده معناها ان احنا بالفعل لدينا مخرجات او نتائج من او بعد انشاء هذه الحاضنات التكنولوجيه. ممكن حضرتك تطلعنا على ابرز المشروعات كنماذج؟ يعني انا هقول لحضرتك، يعني يمكن كان في مشروع، والمشروع ده نشأ منه شركة اللي هي شركة إيلاف، ودي السيدة فاتن صلاح، ودي كرمتها السيدة الأولى السيدة انتصار السيسي، حرم السيد رئيس الجمهورية في يوم العالمي للمرأة، وسلمتها درع أيقونة المرأة المصرية، ودي خرجت من رحم جامعة الأزهر، ودي كانت بتتكلم على مخلفات قشر الموز وصناعات أخرى داخل مصر وخارج مصر من هذه الشركه، وشركات اخرى ونماذج اخرى مختلفه. نعم. انا من خلال منبركم ده، يعني طبعا لما قدمنا المشروع لفضيله الامام الاكبر وافق على وادي العلوم والتكنولوجيا، لان هو بيشجع البحث العلمي، وطبعا كان برعايه الاستاذ الدكتور محمد المحرساوي رئيس الجامعه، اللي هو حقيقه اولى برضه البحث العلمي ومشاركه الجامعه في تحمل تكاليف البحث العلمي ومكافآت للنشر ومكافآت للحوافز لتشجيع صغار الباحثين وتشجيع المبتكرين على الاستمرار في ان هم يقدموا افكار جديده ويقدموا افكار متنوعه. طب
طب يا دكتور طبعا اخيرا برضو بس، هل في بيتم تعاون مع جهاز زي جهاز دعم المشروعات او تنميه المشروعات الصغيره والمتوسطه، لانه البعض ممكن يشوف انه المهام متشابهه؟ طبعا احنا اولا الشريك الرئيسي معانا اكاديميه البحث العلمي، ويمكن كنا بالامس مع السيد رئيس الجامعه والاستاذ الدكتور محمد جلال، وده عميد هندسه هنا، وده اول من افتتح حاضنه في جامعه الازهر في هندسه هنا. كنا في زياره مع عمداء كليه هندسه للدكتور محمود صقر واكاديميه البحث العلمي، واكاديميه البحث العلمي شريك اساسي معانا في جامعه الازهر من خلال برضو الدعم اللي بتقدمه للجامعات المصريه ومنها جامعه الازهر. وزي ما حضرتك ذكرتي ان جامعه الازهر جامعه متعوله متنوعه، فيها ثلاث كليات للهندسه، في كليه هندسه للبنات في فرع الجامعه كليه البنات، وفي كليه هندسه بنين في مدينه نصر، وفي هندسه هنا، وفي عندنا ثلاث كليات للعلوم، علوم القاهره بنين وبنات، وعندنا علوم اسيوط، وعندنا ست كليات للطب، وعندنا اربع كليات للصيدله. هناك تنوع جغرافي بحيث يشمل اكبر عدد ممكن من اصحاب الافكار والمشروعات والابتكارات. شكرا. شكرا جزيلا لك دكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات والبحوث. في قصة كده على مواقع التواصل الاجتماعي، أو كانت الشرارة الأولى ليها على مواقع التواصل الاجتماعي. ولما بنتكلم على مواقع التواصل الاجتماعي، هي طبعا ليها عيوب كتيرة جدا، وفي الغالب حضراتكم بتبقوا عارفينها، يعني نشر الشائعات، بعض الترويج لأفكار مغلوطة، أو مثلا طاقة سلبية وغيرها وغيرها الحقيقة من السلبيات. لكن كمان ليها إيجابيات، زي أي شيء في حياتنا له وجهين. الشاطر بقى أو اللي عنده وعي عالي هو اللي يعرف يستغل السوشيال ميديا الاستغلال الأمثل أو الاستغلال الصحيح. ليه بقول كده؟ لأنه على السوشيال ميديا كانت السبب في إنقاذ الطفلة رقية. رقية من كام يوم كده، من فترة يعني، انتشرت بوست على مواقع التواصل، وناس كتير بتدعم رقية وانه اتبرعوا لتمن علاج رقية مريضة الضمور العضلي، لانه كانوا بيجمعوا تمن العلاج اللي هو كان مرتفع للغاية، بيوصل لأربعين مليون جنيه. والمصريين وجدعنتهم وشهامتهم المعروفة عنهم دايما قدروا بالفعل في أيام يجمعوا بالفعل المبلغ لرقية قبل ما تتم السنتين وتاخد الحقنة باهظة الثمن. ويعني ده كان حدث بيبرهن وبيعكس فايدة أو الفايدة أو الوجه الجيد للسوشيال ميديا، وأكيد لمعدن المصريين. بقول كده وبفكر حضراتكم بقصة رقية، لأنه علياء وفريدة طفلتين توأم مصابتين بمرض ضمور العضلات الشوكي. طفلتين، يعني اضرب الرقم في اتنين، يعني الأربعين مليون يبقوا 80 مليون جنيه. بنات زي الورد، احنا يمكن بنشوف صورهم جميلات رائعات. هل السوشيال ميديا هتكون سبب في انه اهل فريدة وعلياء يقدروا يجمعوا بالفعل 80 مليون جنيه وننقذ الطفلتين الرائعتين دول؟ هما كمان قبل ما يتموا السنتين. خلوني استقبل والده الطفلتين علياء وفريده، مدام ايه محمد. صباح الخير يا مدام ايه، اهلا بحضرتك. صباح النور، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اولا يعني احكي لي كده، نرجع ورا شويه، امتى اكتشفتي اصابه علياء وفريده بمرض الضمور العضلات الشوكي؟ ابتدت تظهر الاعراض الاول على علياء في سن 7 شهور. اعراض التاخر. هم عمرهم قد ايه دلوقتي الاول؟ دلوقتي هم 9 شهور. وابتدت الاعراض تبان على علياء من سن 7 شهور. والتشخيص النهائي ليها ظهر وهي 1 سنة و2 شهر. من بعدها طبعا عملنا نفس التحاليل لفريده لانهم توأم، ما كانش لسه في اعراض ظهرت على فريده. ايه الاعراض يا مدام ايه اللي بتظهر عليهم؟ مفيش، اول حاجه يعني ظهرت على علياء ان مفيش نمو حركي. في ارتخاء في رجليها، ركبتها مش بتشيلها، ابتديت الاحظ انها يعني لما بحطها على الارض زي كل الاطفال توصل للعبه او انها تبدا تتحرك، ما حصلش ده طبعا. يعني طبعا اكيد زي اي ام ابتديت اقلق او اسال ادور طبعا. اسال طبعا الدكتور الاطفال بتاعها، تحاليل، فحوصات، اللي هي الحاجات اللي ممكن تتعمل العاديه. طبعا اكيد
تفكيري وقتها ما راحش يعني لأن ممكن يكون حاجة خطيرة زي كده. بعدها طبعا بدأنا يعني نتابع بقى مخ وأعصاب عشان أعرف في إيه، وبرضو يعني كان ده من باب الاحتياط، إنما برضو ما كانش يعني تخيلي يوصل إن الموضوع برضو كده. طب وبعد ما اتاكدتي لما كان عمرها سنه وشهرين، هل في خطوات معينه سعيتي اليها؟ يعني احنا بنتكلم على قوه السوشيال ميديا وقصه الطفله رقيه، وانه اهلها الحمد لله قدروا يجمعوا المبلغ في ظرف ايام، يعني احنا بنتكلم في اطار 3 شهور عشان يقدروا ياخدوا العلاج قبل ما يتموا السنتين، مظبوط؟ يعني لا اقل من كده، شهرين المفروض، لان الحقنه نفسها بتتصنع في 12 يوم. احنا فعليا قدامنا مثلا شهر 7 و8. بتفكري تلجئي للسوشيال ميديا يعني نظرا للنجاح في القصه دي زي قصه رقيه؟ عايزه اقول لحضرتك احنا على السوشيال ميديا من شهر فبراير علشان اعرف ايه اساعد بناتي ازاي، الحاله حطيتها على السوشيال ميديا طبعا، لان في الاول يعني قدمنا في المبادره الرئاسيه طبعا لعلاج التمور، ولكن عرفنا ان بروتوكول العلاج في مصر اصبح ان الحقنه الجينيه اللي هي العلاج بتشمل الاطفال اللي تحت 6 شهور فقط. فما كانش وقتها في حل قدامنا او مش عارفين نعمل ايه، غير ان احنا لجأنا ان احنا نعرف الناس بحاله عنيئه وفريده، لحد ما الحمد لله حصل استجابه في شهر ابريل من وزاره التضامن ان احنا نفتح حسابات لجمع التبرعات لعنيئه وفريده. وبدأنا في خلال الشهر رمضان الكريم، كان الجزء الاخير منه بقى احنا بنسعى في اجراءات فتح الحساب لعنيئه وفريده. يمكن احنا اول اسره فاتحه الحسابات احنا فرحناها. طب وصلت لكام التبرعات اللي جمعتوها لحد دلوقتي؟ لحد دلوقتي الحمد لله جمعنا 10 مليون جنيه. لسه المشوار طويل، احنا بنتكلم في 80 مليون. انا عندي امل كبير قوي ان شاء الله باذن الله في ربنا. والحمد لله ناس كتير قوي ابتدت تعرف عنيئه وفريده وتحس بالمعاناه اللي احنا فيها، يعني خصيصا بعد حاله رؤيه ادتنا وادت الناس يعني ضعفت الامل. فيا رب باذن الله بتكون يعني احنا بنتكلم انه في خلال شهرين انتم محتاجين تجمعوا مبلغ 80 مليون، جمعتوا منهم 10 مليون، فاضل 70 مليون مطلوب تجمعهم في اطار شهرين لا اكثر. مدام ايه، انا يعني ان شاء الله نكون بنحاول او يكون لينا دور في مساعده علياء وفريده، وانه صوتنا كمان يسمع الى جانب السوشيال ميديا. واكيد تتعشمي في ربنا خير، وفي المصريين اللي كلهم شهامه وجدعنه ما تاخروش ابدا عن رقيه، ان شاء الله ما يتاخروش كمان عن علياء وفريده. واحنا هنتابع مع حضرتك برضو من وقت للتاني، وصلتي لايه، وصلتي لفين. مره تانية انا بشكرك طبعا شكرا جزيلا مدام ايه محمد، والده الطفلتين علياء وفريده التوام المصابتين بمرض ضمور العضلات الشوكي. وبدو حضراتكم انه يعني علياء وفريده حساباتهم تابعه لوزاره التضامن الاجتماعي وموثوق فيها، وما تتاخروش عن الطفلتين الجميلتين دول زي ما انتم دايما ما بتتاخروش الحقيقه عن كل شخص محتاج. هنتابع زي ما قلت مع حضرتك ان شاء الله على مدار الشهرين الجايين، وان شاء الله يكون في اخبار حلوه، ومبارك لهم على تجميع المبلغ وعلى ان هم ان شاء الله يلحقوا يتلقوا العلاج قبل ما يتموا السنتين. طيب خلونا نروح بقى في اطار جولتنا المستمره في محافظات الجمهوريه المختلفه. النهارده كاميرا 8 الصبح من محافظه الغربيه، وتحديدا مدينه زفته. زفته بيطلق عليها حتى في التاريخ المصري كده جمهورية زفتة، وفي مسلسل مصري درامي اتعمل سنة 98 كان اسمه جمهورية زفتة، كان طبعا من إخراج المخرج الكبير إسماعيل عبد الحافظ ومن تأليف يسري الجندي، وتعرض في موسم رمضان سنة 98، وكان بيحكي عن أحداث حقيقية في وقت إعلان جمهورية زفتة في محافظة الغربية. وزفتة تحديدا بقى هي واحدة من أيقونات النضال المصري في ثورة 1919. خلونا نشوف في هذا التقرير للزميل النشيط عمرو كمال من مدينة زفتة وحكاية تسميتها بجمهورية زفتة.
زعيم سعد زغلول ورفاقه في مارس 1919 قرر يوسف الجندي طالب كلية الحقوق مواجهة أحداث الثورة. هو مجموعة من الشباب كانوا قاعدين على قهوة مستوكلي في ميدان البورصة قرروا إن هم يعلنوا بلدهم جمهورية زفتة، جمهورية مستقلة عن مصر المحتلة من الإنجليز، وده كان في 18 مارس 1919، حدث خلى مصر والعالم يتوقف قدام حكاية جمهورية زفتة. في أحداث سريعة ومتلاحقة قررت زفتة الانضمام للجندي ورفاقه. أصبحت المدينة العريقة زي الشمس، نورها محدش يقدر يقف قدامه، وقام الثوار بالسيطرة على أرجاء الحياة، أقسام شرطة، مصالح حكومية، السكة الحديد، الشوام بتاعت القمح، مبنى التلغراف، وكل ده بأسلحة بسيطة، بنادق قديمة، عصيان، فؤوس، مش كده وبس، كمان أصدروا صحيفة باسم جمهورية زفتة، من مطبعة هنا صاحبها كان واحد من شباب زفتة، واسمه محمد أفندي عجينة. وفعلا أصبحت لزفتة قوة أمنية بيرأسها مأمور المركز وهو الضابط إسماعيل حمد، واللي انضم ليوسف الجندي وثوار زفتة. ده مش كده وبس، ده انضم للتشكيل الأمن الخاص واحد من أخطر المجرمين اللي كانوا في مصر وقتها، وكان اسمه سبع الليل. حول عصابته المسلحة اللي كانت الأشهر في السلب والنهب لمقاومة الاحتلال والنضال الوطني. شفتوا إزاي لما المصريين يلاقوا فرصة يتحولوا من النقيض للنقيض؟ وبكده تخلص الحكاية، حكاية جمهورية زفتة، البلد الحلوة اللي بتبعد حوالي 90 كيلو عن القاهرة، لكن بلد مكتوب باسمها حكاية ملهمة في كتب التاريخ في العالم. عمرو كمال، 8 الصبح. من جمهورية زفتة في محافظة الغربية، خلونا ناخد جولتنا في محافظات الجمهورية المختلفة ونتابع مع حضراتكم أخبار أهلينا في كل مكان في مصر في أحسن ناس. أحسن ناس قديمة بندردش ورانا إيه ورانا إيه بنحكي ونفرفش ورانا إيه ورانا إيه مشاهدينا الكرام، لسه مكملين مع حضراتكم متابعة آخر وأهم الأخبار المحلية من الصفحات المحلية أو الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم. النهاردة بيشرفني للتعليق على الأخبار ضيفي الكريم الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ أحمد، صباح الخير. صباح الخير يا فندم. هبتدي من جريدة الوطن، المانشيت الرئيسي في الصفحة الأولى: توافق مصري عماني على تأمين الملاحة بالخليج العربي والبحر الأحمر ومواجهة الإرهاب. الرئيس السيسي
الرئيسي حريصون على تعزيز العمل العربي المشترك، وبن طارق مصر نموذج يحتذى به في الاستقرار والتنمية. يعني ده طبعا بنتكلم على تطابق الرؤى في مختلف القضايا اللي بتهم المنطقة، بتكلم على سبل تعزيز التعاون في مجالات مختلفة تجارية اقتصادية واستثمارية، وأيضا بنتكلم على نتائج أو مخرجات كانت منبثقة من مجلس الأعمال المشترك واللجنة المصرية العمانية اللي عقدت في مسقط في يناير الماضي من هذا العام، وبيتم أيضا البناء عليها. هو طبعا علاقة مصر وعمان يعني مثالية، مش تكاد تكون مثالية، هي مثالية فعلا. قدام دولة بنعتبرها يعني سويسرا العرب أو سويسرا الخليج، لأنه دولة عاملة أو قادرة تصنع في علاقاتها الخارجية ما يسمى بصفر مشاكل. يعني شوف، هي عضو في مجلس التعاون الخليجي، هتلاقيها في علاقات جيدة مع إيران مثلا، هتلاقيها في الأزمة اليمنية موجودة، بس موجودة بتعمل إيه؟ بتقدم مساعدات غذائية ومساعدات طبية ووسيط بين أطراف الأزمة في اليمن. يبقى في موقف من إحدى الدول العربية في الخليج، لكن هتكون هي على اتصال وعلاقة جيدة بكل الأطراف. احنا مع عمان حتى في أزمة يعني العلاقات المصرية العربية كانت من بين الدول اللي ما قطعتش علاقتها مع مصر واستمرت علاقتها موجودة. فأنت قدام الدولة قادرة أنها تدير علاقاتها الخارجية بشكل مثالي، لكن على مستوى العلاقة مع مصر، احنا من 2014 على طول، من ساعة ما تولى رئيس السيسي المسؤولية 2014 2016 2017 2019 اتفاقات في كل المجالات، في الصحة، في التعليم، في التجارة، حتى في الجمارك، حتى في التعاون مع بعض في الأسواق الأفريقية. هتلاقي في اتفاقات مع عمان. عمان 309 ألف كيلو متر، تلت مساحة مصر، 5 مليون السكان، منهم نصهم عمانيين والباقي وافدين. هناك 65 ألف مصري، تحويلاتهم 162 مليون دولار في لمصر. عندك 70 مليون دولار استثمارات عمانية في مصر من خلال 70 شركة، 177 مليون دولار رأس المال المصدر، يعني ممكن أفق التعاون كبير. الاتفاقيات واصلة، التبادل التجاري 586.2 مليون دولار، كان 546.9 مليون دولار، يعني في زيادة 7.2 السنة الأخيرة. فطبعا تعاون كبير، لكن أنا بس اللي يهمني، يعني كل ده ممكن يبقى معروف ومتاح، اللي يهمني إن إحنا قدام مشروع مصر للمنطقة العربية. يعني الرئيس رايح سيادته لعمان، وبعد كده البحرين، امتداد بقى لشغل شغال من 2014 بيقدم رؤيه للتعاون الاقتصادي والتعاون الامني والتعاون من للحفاظ على الامن القومي العربي. برضو عند التعاون الامني تحديدا والامن القومي العربي، الرئيس السيسي اكد اكثر من مره انه امن الخليج من امر مصر، من امن مصر، وامن مصر من امن الخليج. وفيما يخص برضو المباحثات او ما تم التوافق بشانه على تامين الملاحه في الخليج العربي والبحر الاحمر ومواجهه الارهاب، وده الحقيقه بيتم في ظل تحديات مشتركه بتواجه المنطقه العربيه بالكامل والخليج والشرق الاوسط. ما انا بقول لحضرتك، ده طرح مصري قديم، يعني من ساعة ما طرحنا فكرة القوى العربية المشتركة والجيش العربي المشترك، ثم الصياغات أو المبادئ الخمسة اللي استقرت عليها السياسة الخارجية المصرية في التعاون أو التعامل مع الأزمات العربية، اللي هي يعني عدم التدخل في شؤون الدول اللي فيها أزمات، الدول الشعوب لوحدها هي اللي تحدد مصيرها، الحفاظ على مؤسسات الدول الوطنية في الدول اللي فيها أزمات، إلى الوصول إلى الديمقراطية اللي تستوعب كل أطراف الطيف السياسي في الدول دي. فمصر طرح مشروع، أنا يعني أتمنى أنه الأشقاء العرب ينتبهوا إليه ويلتفتوا إليه، أفضل بكتير من المشروعات ممكن تبقى مطروحة من الخارج. في نفس الجريدة وفي الصفحة الأولى، الحكومة توفير مخزون من القمح والزيت والسلع يكفي لمدة 6 أشهر، تشكيل مجموعة عمل لتعزيز صادرات مصر إلى أفريقيا. يعني بنتكلم على أولا يعني تطمين الناس أنه السلع في منها مخزون استراتيجي، خاصة الاستراتيجية منها زي القمح والزيت، لأنه الزيت احنا بنستورد منه كميات كبيرة جدا، وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية يعني ارتفعت أسعاره وحصل تحريك في الأسعار، فالناس أصبحت قلقانة نوعا ما أنه هل ربما ما نلاقيش مثلا زيت في المجمعات أو في المنافذ قريب، فالحكومة بتطمنهم، دي رسالة طمأنة. الشق الآخر هو تعزيز الصادرات إلى أفريقيا والالتفات إلى أفريقيا، خاصة أنه لسنوات طويلة لا شك ولا يخفى على أحد أنه العلاقة ما بين مصر وأفريقيا ما كانتش في أحسن حال.
نوضح النقطة الأولى الخاصة بالست شهور مخزون استراتيجي، لأن يعني في ناس معتقدة إن إحنا نمتلك ما يكفي لمدة ست شهور، لكن هو العبارة الصحيحة تتقال إن إحنا نمتلك على الدوام ما يكفي لست شهور دايما. بمعنى إيه؟ بمعنى إن إحنا عندنا ست شهور مخزون النهاردة، طب والشهر اللي جاي هيوصلوا لخمسة مثلا، والشهر اللي بعده هيوصلوا لأربعة، لا برضه الشهر اللي جاي هيفضلوا ستة، لأن إحنا بنكمل اللي ناقص اللي تم استهلاكه بشهر جديد. فاحنا عندنا الخطه في مصر انه يفضل على الدوام في مخزون يكفي على الاقل لمده ست شهور. في سلع ممكن بتوصل لثمانيه، وفي سلع ما ينفعش استيرادها الا قبلها بفتره زي اللحوم مثلا. نعم. حتى لو كان في منافس بتستقر فيها الرؤوس وبيتم يعني استبقائها فتره او تسمينها فتره ويتم يعني تحويلها للداخل. نعم. لكن على الدوام مصر عندها يعني مخطط او خطه انه يبقى مخزون السلع ست شهور على الاقل لقدام. اذا تم استهلاك حاجه بيتم تعويضها. بالنسبه لافريقيا احنا عاملين يعني ممكن نوصفها فعلا بان احنا عاملين من 2014 انتفاضه في العلاقات، كانت يعني العلاقات للاسف تراجعت كتير منذ تولي الرئيس السيسي في 2014، واحنا في حاله يعني حاله نشاط دائم غير مسبوقه، لدرجه انه اغلب المشروع يعني حتى على مستوى مش بس على المستوى السياسي، ان الرئيس السيسي بيروح في كل مكان يعبر عن القضايا الافريقيه وياخدها معاه من الهجره غير المشروعه للمشاكل البيئيه. مصر هتكون صوت افريقيا في قمه المناخ اللي هتستضيفها مصر ان شاء الله في نوفمبر القادم، يعني على الدوام صوت افريقيا. نعم. مش بس بقول لحضرتك مش بس على المستوى السياسي تاخد مشاكل افريقيا وتعرضها بما فيها حتى التشغيل، بما فيها المشاكل الصحيه، بما فيها شكل الامراض المتوطنه، لكن كمان على المستوى الاقتصادي مصر طرح فكرة نقل التكنولوجيا. صحيح. والتنمية في أفريقيا إلى صحيح النهوض بمستوى هذه الشعوب اللي أكيد اتظلمت كتير. طيب هنتقل مع حضرتك لجريدة الأخبار. حالة أوراق قاتل نيرة إلى المفتي والنطق بالحكم 6 يوليو. بنتكلم على مثال يحتذى به في العدالة الناجزة، يعني الجريمة وقعت يوم 20 يونيو، أول جلسة 26 يونيو وتاني جلسة 28، يعني بنتكلم في حوالي أسبوع بكتير، والنطق بالحكم 6 يوليو، يعني ما يكونش عدى أسبوعين ويتحكم في هذه القضية. هو طبعا في اعتقاد أنه التعليق على أحكام القضاء غير مسموح، ده كلام برضو غير صحيح. هو غير المسموح التشكيك في ضمير المحكمة، لكن التعليق مباح ومتاح، وبالدليل أن في طعن بيحصل. لكن احنا قدام فعلا زي ما حضرتك قلتي وزي ما الخبر قال، قدام محاكمه او عداله نموذجيه، لان انت قدام اكثر من 27 شاهد، قدام كاميرات سجلت الواقعه، قدام اعتراف، قدام تلبس، قدام اداه للجريمه موجوده. فما كانش قدام القاضي غير انه يقتص يعني لشهيده المنصوره ويشفي غليل الاسره. وطبعا كل الناس شايفه ان الراي العام كله يعني كان متضامن، وبالتالي القضيه اصبحت يعني ان كمان الراي العام محتاج ان هو كمان غليله يعني يتشفي. لكن احنا قدام اكتر من، اذا مش هنقف بقى على يعني عين الموضوع، احنا قدام اكتر من ملاحظه. احنا محتاجين حوار من مؤسسات المجتمع يناقش ظواهر العنف اللي بقت غريبه على المجتمع المصري. احنا محتاجين تحرك من المركز القومي للبحوث مع وزارة التضامن، مع أقسام العلم النفسي في كليات الأداب، مع أقسام الطب النفسي في كليات الطب، والخطاب الديني يا أستاذ، والخطاب الديني يتراجع، لأنه يعني ملاحظات عديدة. إحنا قدام مراجعة فكرة النقل المحاكمات على الهوى، هل صحيحة ولا هل خطيئة؟ هل ممكن تتعرض لأعراض وسمع الناس ولا مفيدة لتحقيق عدالة شفافة اللي الناس كلها بتتابع؟ يعني قضايا كتير محتاجه من ورا الموضوع انها تتناقش. طيب في نفس الجريده، في جريده الاخبار صفحه 6، اللواء عمرو عبد الوهاب رئيس شركه الريف المصري بيقول لن نسوق اي اراضي قبل اكتمال البنيه التحتيه، والشركه ومؤسسات الدوله بتجري لتحقيق التنميه المستدامه في المشروع. يعني احنا يمكن بنتكلم من 7 سنين كده السيد الرئيس اطلق اشاره البدء في مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، ولكن كان هناك العديد من التحديات، ربما ابرزها انه معظم الاراضي بتقع غرب النيل، وده كان
بيعيق وصول المنتفعين، مفيش بنية تحتية، مفيش طرق ممهدة، فأكيد بتعيق وصول العمالة، مستلزمات الإنتاج، أدوات العمل وغيرها، وأيضا غياب شركات الاتصالات وغيرها من التحديات. نتكلم العنوان العريض هو مفيش بنية تحتية، فرئيس شركة الريف المصري بيقول إنه إحنا هنسوق بعد ما نستكمل البنية التحتية عشان تكون متاحة ومغرية كمان للمستثمر إنه يجي. هو اولا مشكور يعني كتر خيره وفي جهد جبار مبذول، لكن لازم نؤكد برضو ان دي سياسه دوله النهارده، مش بس في المشروعات الزراعيه لكن حتى في مشروعات الاسكان. النهارده ما فيش مدن بتتسلم، ما فيش تجمعات سكنيه بتتسلم، الا ما فيش حتى شروع في تاسيس وبناء تجمعات سكنيه الا ما البنيه الاساسيه كلها بتكون خلصت. شفنا ده في كل اللي اتعمل من اول ما الاسماعيليه الجديده انطلقت لغايه يعني اخر حاجه في ناجح حماد الجديدة أو سلام أو ملاوي الجديدة والفشني الجديدة إلى آخر المدن اللي شغالة النهاردة. لكن بس لازم نوضح للناس أنه المشروع الخاص بالمليون ونص مليون فدان ده خاص بهذه الشركة العظيمة اللي شغالة بطول مصر وعرضها، لكن ده يختلف عن الدلتا الجديدة، ده يختلف على النص مليون فدان الخاصين بسيناء. يعني احنا بنشتغل في مصر دلوقتي في حدود يعني من 4 إلى 5 مليون فدان موزعين، نصيب الشركه دي مليون ونص مليون فدان. بس زي ما حضرتك اشرتي الموضوع مش بنروح نرمي طمي ونشتغل وخلاص. لا، في يعني ري تكنولوجي مختلف، خلاص الري بالغمر ده خلاص حاجه قديمه، في بنيه اساسيه بتتعمل، في معامل علميه بتتعمل، في مؤسسات بيطريه بتتعمل، في لجان او مؤسسات للتغليف ويعني التعامل بالقيمه المضافه مع المنتجات الزراعيه، خلاص على اسس علميه. لكن فكره انه الناس تروح تستلم ارض وما تلاقيش حاجه، والشكل الكاريكاتوري الكوميدي اللي كنا بنشوفه وحتى انتقدته اعمال فنيه كتير، والشباب شكاويهم تبقى مش لاقيين حد ينصفهم، هذه خلاص دي من مخالفات المشروع. مشروع متكامل عشان نضمن استدامته ونجاحه، مش بالزبط. مجرد بس عملنا زي ما حضرتك بتقول حته ارض كده يلا ازرع بقى ونصورها وتعالى وبعد كده نشوف المقاس كلها. انتقل مع حضرتك لليوم السابع والختام، ثوره 30 يونيو نقطه انطلاق مصر نحو افريقيا، اعادت لمصر مكانتها في القاره السمراء ومحت ظلام الارهاب. الرئيس السيسي احيا التعاون مع دولها بخطاب سياسي مختلف. نتكلم على عشرات اللقاءات والزيارات، يمكن في الخبر من شوية حضرتك كنت بتشير إلى هذه النقطة، إحياء العلاقات مع الدول الأفريقية، التحدث بصوت أفريقيا في العديد من المحافل الدولية، وإنه كمان من العناوين المكتوبة 2022 مصر قطب إقليمي يقود الدول الأفريقية، والتحركات الدولة المصرية بما يخدم القارة السمراء. هو هنا طبعا ممكن يبقى في الزيارات الخاصه بافريقيا، لكن انا عايز اقول لحضرتك من 2014 برضو اللي هي يعني سنه القياس زي ما سميناها، في حاله نشاط رئاسي غير مسبوق، اعاد يعني للمؤسسه الرئاسيه هيبتها وعافيتها وشبابها، لان انت بتتكلمي من يوليو او من يوليو من يوليو 2014 الى يونيو 2020 كلمة على 115 زيارة لسيادة الرئيس إلى أكثر من 46 دولة، يعني أكثر من تقريبا ثلث دول العالم الموجودة في الأمم المتحدة. 1000 اجتماع تم في نفس الفترة في القاهرة وحدها مع ملوك ورؤساء ونواب رؤساء ورؤساء وزراء ووفود رسمية ورؤساء لهيئات ومؤسسات دولية. وكان في منها دول كانت لأول مرة بتتم زيارة رئيس مصري إليها أصلا، يعني نتكلم في إقامة علاقات مع دول أفريقية. يعني مثلا زي كوت ديفوار مثلا. كان أول رئيس مصري يزور كوت ديفوار رغم يعني يعني العلاقة الوطيدة اللي كانت في الستينات، لكن كان في دول لسه ما اتحررتش وتم تجاهل افريقيا في فترات طويله ثم عاد رئيس السيسي. في ايضا مشروعات مصر بتنفذها في عدد من الدول الافريقيه، يعني في تنزانيا سد جوليوس نريري الشركات المصريه هي اللي بتنفذه هناك، لو بنتكلم برضو على اريتريا مشروع انشاء محطه شمسيه، بنتكلم على مشروعات الربط الكهربائي في افريقيا وطريق القاهره كيب تاون، فهي مصر بالفعل مش مجرد خطابات وكلام امام العالم، لكن بالفعل مصر حطت ايديها في افريقيا. يعني ده اجمل ما في الموضوع انه الكلام تحول الى فعل على الارض. وكويس حضرتك فتحت لنا وفكرتينا، يعني مثلا مشروع القاهره كيب تاون 10228 كيلو متر من طبعا ممتد قبل ممتد حتى من اسكندريه وممتد حتى من بني غازي لغايه اخر القاره الافريقيه. كلمة على شوف احنا بنتكلم القاهره كيب تاون، عندك اسكندريه فيكتوريا ده خط ملاحي نهري،
عند حضرتك إضافة الكهرباء، يتكلم وزير الكهرباء على 3 مليار دولار استثمارات مصرية أو شغل مصري يخص الكهرباء في أفريقيا. عند حضرتك المقاولون العرب 2018 مضى يعود ب 5 مليار دولار، منهم السد اللي حضرتك أشرت إليه في تنزانيا 2.9 مليار دولار، سد جوليوس نيريري. لكن أنا عايز أقول لحضرتك بمناسبة يعني إريتريا، إريتريا جنوب السودان، السودان، أوغندا، مشروعات تخص الكهرباء ملهاش أول ولا آخر. غينيا الاستوائية، نيجيريا، أوغندا، كوت ديفوار، مشروعات تخص الطرق ملهاش أول ولا آخر. إحنا اللي عاملين مثلا حتى مع الأشقاء العرب مبنى وزارة المالية في الجزائر 83 ألف متر، إحنا اللي عاملين مبنى وزارة الدفاع في كيجالي في عاصمة رواندا 43 ألف متر، إحنا اللي عاملين القطار السريع في المغرب، إحنا اللي عاملين البليدة مساكن في الجزائر ومستغن في الجزائر مساكن شعبية. لو اتكلمنا على أفريقيا يعني كمان الشركات المقاولات المصرية ليها سمعة رائعة في الخارج، يعني واخدة أربع جوائز المقاولين العرب، مظبوط، ومنهم وسام فارس من تشاد. احنا عاملين مبنى وزارة المالية في تشاد، صحيح، ومبنى البنك المركزي الأفريقي في تشاد. صحيح صحيح. أنا بشكرك شكرا جزيلا ضيفي الكريم الأستاذ أحمد رفعت الكاتب والمحلل السياسي، شرفتني، شكرا جزيلا. ربنا يخليك، أشكرك جدا. مشاهدينا الكرام، من الصحافة المحلية خلونا كمان نتابع الصحف الدولية، أهم الأخبار والعناوين التي جاءت فيها في هذا التقرير. وصلنا لأنا المصري. الحقيقة أنه زي النهاردة سنة 2015 تم اغتيال النائب العام الأسبق، النائب العام البطل الشهيد المستشار هشام بركات، وده كان بعد ما أصدر سلسلة أحكام قضائية ضد أعضاء وقادة الجماعة الإرهابية، جماعة الإخوان الإرهابية، يمكن أبرزها كان فض اعتصام رابعة، إحالة محمد مرسي إلى الجنايات، والتحفظ على أموال عدد من قيادات الجماعة الإرهابية، وبعدها تم اغتياله. النهاردة في أنا المصري تفاصيل أكتر عن المستشار الشهيد البطل نائب عام مصر الأسبق المستشار هشام بركات في ذكرى وفاته.
الحقيقة أنه هذا الحدث بيعيد كمان للأذهان اغتيال المستشار أحمد الخزندار في يوم 22 مارس سنة 48، لما برضو تم اغتياله أمام بيته في حلوان على يد الجماعة الإرهابية، بعد هو كمان ما أصدر عدد من الأحكام القضائية ضدهم، وتم على أساسها يعني إعدام 6 من عناصر الجماعة الإرهابية. هذا نهج إجرامي معروف عن الجماعة الإرهابية. الحمد لله أن مصر قدرت تتخلص من هذا السم الحقيقة، وسنوات الظلام وتحديدا سنة 2013 كانت سنة ظلام قاحلة. الحمد لله أن مصر عادت مرة تانية إلى المسار الصحيح، وربنا يرحم كل الشهداء والأبطال المصريين اللي ضحوا بنفسهم في سبيل مكافحة الإرهاب والتخلص من هذه الجماعة الإرهابية، وربنا يحفظ مصر دايما، وخاصة أنه إحنا بنتكلم أنه إن شاء الله بكرة 30 يونيو. كل سنة وحضراتكم طيبين. ثورة عظيمة، ثورة مجيدة، ذكرى التاسعة ليها. أكيد هذه الثورة لولاها ما كانت عادت مصر مرة تانية إلى المسار الصحيح، وقدرت تبني مصر جديدة اللي احنا بنشوف على أرض الواقع إزاي التغيير اللي بيحصل وإزاي التطوير، وإزاي إنه في ناس بتحب مصر حقيقي عايزة تبني وتغير وتطور لينا وللأجيال اللي جاية. كل سنة وحضراتكم دايما طيبين. خلونا دلوقتي نتابع آخر وأهم أخبار الفن والرياضة في كواليس 8 الصبح، وأشوف حضراتكم بعد فاصل قصير عشان نبدأ أولى فقرتنا الحوارية لهذا اليوم. البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني المحتمل للنادي الأهلي هيوصل القاهرة النهاردة لعقد جلسة مع الكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارة النادي الأهلي لوضع الرتوش النهائية على عقد المدرب الجديد قبل تولي المهمة الفنية رسميا للقلعة الحمراء. النادي الأهلي بلغ نظيره التنزاني نادي سيمبا برغبته في زيادة المقابل المادي للموافقة على بيع لويس مكسيوني لاعب القلعة الحمراء، وده بعد تمسك النادي التنزاني بدفع 500,000 دولار فقط لشراء اللاعب. البرتغالي فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك بلغ مجلس إدارة النادي بتحفظه على مفاوضات القلعة البيضاء لضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز، خصوصا ان اللاعب غير مقنع فنيا بالنسبة لي. حسام حسن المدير الفني للنادي المصري البورسعيدي استغل فترة الراحة اللي أخذها الفريق وبدأ في تجهيز ملف كامل عن احتياجات الموسم اللي جاي من صفقات مهمة للفريق، بالإضافة لحسم الراحلين في نهاية الموسم الحالي. الحكم الدولي الإنجليزي السابق كلاتنبرغ هيوصل القاهرة النهاردة لعقد اجتماع مع مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري عشان يعرض خطته الخاصة بتطوير منظومة التحكيم المصري واللي تعرض لانتقادات عنيفة في الفترة الأخيرة. القرار قرار، المعرفة ليها تمن. وقت كتير التمن ده بيبقى غالي قوي. سيستم عالي عالي. مش عشان كوباك كسر كوباك في ايدك يا معلم. ايه بيلي جو ارمسترونج مغني فرقه جرين داي اعلن انه هيتخلى عن جنسيته الامريكيه بسبب قرار المحكمه العليا بخصوص الاجهاض. ها
هيبدأ عرض المسلسل الأسباني الجديد سانتا إيفيتا يوم 26 يوليو اللي جاي. المسلسل اللي الممثلة العالمية سلمى حايك بتلعب دور مهم جداً فيه كمنتجة منفذة. فيلم الأنيميشن The Bob's Burgers Movie وصل مجمل إيراداته ل 33 مليون دولار. حقق فيلم الرعب والدراما الجديد The Black Phone إيرادات وصلت ل 35 مليون دولار حول العالم في 3 أيام بس. وأخيراً كشفت شركة سوني عن صورتين لبراد بيت من فيلمه الجديد بوليت ترين واللي هيتعرض يوم 15 يوليو اللي جاي. أهلا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا الكرام. بما أننا بكرة بنحتفل بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، خلوني أفكر حضراتكم كده قبل 30 يونيو على طول كده تحديدا سنة حكم الجماعة الإرهابية لمصر، ونتكلم النهاردة عن واحد من الملفات اللي اتغيرت كتير بعد 30 يونيو بفضل هذه الثورة العظيمة، ملف الكهرباء. افتكروا كده 2013 وانقطاعات التيار الكهربائي المتتالية صبح وليل صيف وشتاء، بتقطع عليك في البيت، بتقطع في المستشفيات، بتقطع في الشركات، قد إيه أثرت على الاستثمارات وعلى المستثمرين والعمل والقطاع الخاص والإنتاج، وكان في حالة استياء كبيرة جدا من انقطاعات الكهرباء المتتالية. لكن الحمد لله بعد 30 يونيو الدولة المصرية كان عندها خطة طموحة جدا، مش بس ان هي تحقق اكتفاء ذاتي من الكهرباء لكنها كمان تصدر الكهرباء للدول الأخرى. بنتكلم على مشروعات ربط كهربائي مع ثلاث قارات، بنتكلم على جنوب أوروبا في قارة أوروبا، بنتكلم على قارة أفريقيا مع دول الجوار، وبنتكلم كمان على مشروعات ربط مع السعودية أو المملكة العربية السعودية في قارة آسيا. إذن مصر مش بس بتحقق الاكتفاء الذاتي، مصر بتتفوق على نفسها وبتساعد أو بتصدر الكهرباء وتنور الدول المختلفة في العالم بالكهرباء اللي بتطلع من بلدنا. رحب بضيفي الكريم اللي مشرفني النهاردة دكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء. أهلا بك دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم، ويعني اضافه لحضرتك اشرت ليه، فعلا احنا يعني كمواطنين كان اكثر ناس تفاؤلا، ما كانش توقع ان ممكن الواقع المظلم اللي حضرتك اشرت ليه دوت كان ممكن يتغير في سنتين ثلاثه زي ما حصل. يعني كان يتوقع لكن ما مش قبل 30 20 سنه صحيح. يعني ممكن يحصل التغير ده. أتفق مع حضرتك تماما، لأنه عشنا سنين طويلة عقود، يعني بنسمع وعود، مجرد وعود ما بتتنفسش على أرض الواقع. لكن العصر اللي احنا بنعيشه دلوقتي أنه بنشوف تدشين المشروع النهاردة، بعد سنة سنتين نلاقي المشروع مكتمل وبيتم افتتاحه والإنتاج منه بيزيد. خلينا نتوقف عند 9 سنوات منذ 30 يونيو حتى هذا اليوم، حتى يومنا هذا، إيه المشروعات اللي تمت في قطاع الكهرباء؟ طبعا هو اللي تم يعني انجاز كبير جدا، وان صح التعبير يعتبر اعجاز. طبعا هو زي ما حضرتك اشرتي، هو بدايه من الدعم الكبير وايمان سياده الرئيس بهذا القطاع الحيوي واهميته في كل مجالات الحياه، سواء التنمويه، الزراعيه، الاستثماريه، زي ما حضرتك اشرتي الربط الكهربي، كل الحاجات دي كلها. الربط الكهربي يعتبر علاقات مع الدول الجوار. ده الدعم ده خلى ان فعلا ان الجهود تتضافر علشان نقدر ان احنا نحقق طفرات كبيره جدا. عايز اقول لحضرتك ان احنا في 2014 وصار يعني كان في عجز تقريبا حوالي 6000 ميجا وات، كان بيمثل تقريبا احنا كان اقصى اتاحيه ممكن ننتجها حوالي 24000 ميجا، يعني تقريبا 20% عجز تقريبا. في المقابل دلوقتي احنا الحمد لله السنه الصيف اللي فات كان اقصى حمل وصلت له مصر على مدار التاريخ حتى الآن يعني 34000 ميجا تقريبا، وكان عندنا احتياطي تقريبا أكثر من 11000 ميجا، يعني بقى عندنا احتياطي يتعدى ال 25. ما بقاش فيه الحاجة إلى تخفيف الأحمال، كنا في 2013 وما بعدها بشوية نشوف مؤشر على الشاشات التلفزيون، مؤشر تخفيف الأحمال والكهرباء بالظبط. لا احنا من 2015 عايز أقول لحضرتك الفترة دي يمكن اللي تم إضافته في فترات بسيطة يعتبر إنجاز كبير جدا. يعني في 8 شهور ونص
أضفنا حوالي أكثر من 3600 ميجا وات. بفضل إيه بقى دكتور؟ إيه المشروعات اللي تمت وأثرت بهذا الكم على مشروعات أو قطاع الكهرباء بشكل عام؟ إحنا لما بنتكلم على الكهرباء بنتكلم على ثلاث حاجات: إنتاج ونقل وتوزيع. على مستوى الإنتاج دخلنا محطات إنتاج كبيرة جدا، يمكن إجمالي اللي دخل من محطات إنتاج تقريبا 31,000 ميجا وات، يعني أكثر من اللي كان موجود في 2014. كمان في نفس الوقت يمكن من ضمنهم ثلاث محطات عملاقه، نعم، اللي بتوع سيمينز، ثلاث محطات ب 14400 ميجا وات. دخلوا في قد ايه؟ سنتين ونص. رغم ان المحطه بتخش في حوالي 5-6 سنين. بالاضافه الى الانتاج الكهرباء، الحمد لله عندنا بقى احتياطي محترم. كمان في نفس الوقت شبكاتنا الكهرباء لما بنتكلم على كمثال، يعني شبكتنا الكهرباء اللي هو جهد الفائق والعالي، كنا في 2014 او لغايه 2014 الخطوط الهوائيه الجهد 500 كيلو فولت عندنا تقريبا كان حوالي 3000 كيلومتر. دلوقتي احنا عندنا اكثر من 7200 كيلومتر. كان عندنا محطات محولات تقريبا في حدود 10 محطات محولات اللي هي العملاقه الكبيره. دلوقتي عندنا 31 محطه وشغالين بنضيف اكثر من كده. في خلال السنوات اللي فاتت تقريبا ضخينا استثمارات حوالي 75 مليار جنيه بس في نقل الكهرباء. على مستوى التوزيع ده اضافات كبيره جدا. عايز اقول لحضرتك ان حوالي اكثر من 600,000 عمود كهرباء تم اضافتهم. الاستثمارات اللي تم ضخها في مجال توزيع الكهرباء وما زلنا شغالين عليها دلوقتي حاليا، يعني في خلال الاربع سنين فقط اللي فاتت حوالي 32 مليار جنيه، يعني تقريبا في السنه حوالي 8 مليار جنيه. طب احنا كنا بنصرف قد ايه على التوزيع؟ مليار واحد، ده بالاقصى حاجه في السنه. بيبان قد ايه احنا كمان من اللافت للنظر انه مصر بتولد او بتنتج الكهرباء من مصادر طاقه نظيفه وطاقه مزبوط. جديده ومتجدده زي الرياح وزي الشمس، وده يعني بيتوافق مع رؤيه مصر الحقيقه. يعني كل القطاعات بتشتغل بالتنسيق مع بعض، ما فيش حد كده شارد عن السرب. يعني دي سيمفونيه اللي فعلا نحن بنلاحظها. فمظبوط. خلينا برضو نتكلم، بما انه نتكلم على طفره كبيره وانه ما بقيناش في حاجه الى تخفيف الاحمال، استعدادات وزارة الكهرباء لأحمال الصيف. فصل الصيف بيبقى فصل شديد الحرارة يعني، وبتبقى الأحمال أكتر على الكهرباء والشبكات. هو احنا الحمد لله الطفرة الكبيرة اللي تمت ديت مردودها الإيجابي في زيادة الأحمال زي ما حضرتك أشرت، في مع زيادة الطلب اللي موجود الطفرة الكبيرة اللي تمت في الشبكات، ففي استقرار كبير في شبكات في الطاقة الكهربية. لا ندعي ان هو ما فيش بعض القطاعات، في بعض القطاعات، ولكن في بعض الاماكن اللي ما زلنا شغالين في شبكات توزيع، شبكات النقل والانتاج الحمد لله بقت الحمد لله بدرجه كبيره جدا، يعني يكاد يكون 100% اللي احنا تم التخطيط ليه، توزيع شغالين فيه. يمكن مع حياه كريمه ان شاء الله تبقى الموضوع افضل بكتير طبعا في القرى المصريه، ولكن احنا بنطمن الناس من خلال حضرتك والمشاهدين ان الحمد لله ما فيش تخفيف احمال. عندنا الصيانات اللي بتتم عشان جاهزية المهمات الكهربية بتتم ببرامج علشان بالتزامن مع المواسم ديت، بيتم الإعلان عنها مسبقا كمان للمواطنين في المناطق اللي هتم عنها الصيانة، مش كده؟ عايز أقول لحضرتك إن برضو من ضمن الحاجات اللي احنا الحمد لله يعني في الفترة اللي فاتت ديت حاسين في تحسن فيها، إن بقت البرامج الصيانة احنا بنأديها بطريقة منتظمة عشان نحافظ على أصول الدولة وفي نفس الوقت نحافظ على انتظام الشبكة الكهربية أو التغذية الكهربية. الكلام ده زمان ما كانش بيحصل، لأن عندنا طلب كبير جدا، عندنا إنتاج قليل، عندنا شبكات يعني متقدمة. فدلوقتي الحمد لله الصيانات بتتم في موعدها، وعندنا آليات كتيرة جدا لو في أي عطل أو في أي مشكلة، عندنا 121 خط ساخن، عندنا المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء لاستقبال أي بلد. كام الخط ساخن؟ 121. طيب أنا هقف عند حضرتك بتقول هناك شبكات قديمة أو متهالكة، عشان بس يبقى إيه، ممكن حد من المشاهدين يبقى بيتفرج ممكن تبقى من المناطق اللي فيها شبكات متهالكه تكون الكهرباء بتقطع عنده مثلا، فيبقى بيسمعنا يقول لك والله انتوا بتقولوا اي كلام الكهرباء بتقطع والكلام ده. عايزه حضرتك توضح النقطه دي، ليه الكهرباء ممكن تكون بتقطع في مناطق فيها شبكات قديمه متهالكه، ممكن المواطن يكون بيقطن في هذه المنطقه وبيسكن فيها وما يعرفش ان هو احماله على شبكه قديمه ومتهالكه اللي طبعا الشركه بتقوم دلوقتي بتطويرها. مظبوط. هو حضرتك في بعض الاماكن بيكون الشبكات نتيجه التعديات والمخالفات اللي موجوده في المنطقه دي، الشبكات اللي موجوده غير مؤهله
للزيادة السكانية المغاير مخطط ليها، وده من ضمن التحديات اللي احنا بنقابلها. كمان سرقات تيار كهربي ديت من ضمن الحاجات اللي احنا برضو بنعاني منها، لان سرقات تيار كهربي معنى كده ان هو بياخد كهرباء من شبكة غير مؤهلة ان هي تمدها، هو بيحمل على شبكة تانية، وبالتالي مع زيادة الاحمال بتضطر او بتؤدي الى عطل في الشبكة ديت. احنا شغالين عليها، شغالين على كل الاماكن. ازاي بقى ايه آلية العمل في هذه الشبكات المتهالكة سواء في المدن او كمان في الريف ضمن مبادرة حياة كريمة؟ خلينا ناخد في المدن وبعد كده الريف. في المدن احنا شغالين في احلال وتجديد المهمات الكهربية الموجودة، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، فاتحين او مجلس الوزراء فاتح او بنتم عمل العدادات الكوديه، يعني المباني المخالفه بيتم تركيب عدادات كوديه او التحول من نظام الممارسه للعداد الكودي. ده معناه او معنى بسيط بالنسبه للشبكات ان احنا بنؤهل الشبكه سواء للمكان الموجود والكمان للشبكه المحيطه بطريقه فنيه علشان يقدر هو يعني تبقى عنده استقرار في التغذيه الكهربائيه وكمان المنطقه المحيطه. فدي من ضمن الاتجاهات اللي شغالين عليها. العدادات الكوديه هي مسبقه الدفع؟ هي الدفع. هو كل العدادات دلوقتي كلها مسبقه الدفع. لما بنتكلم على الجزء الخاص بالقرى، قرى مصر ومبادره حياه كريمه، يمكن سياده الرئيس اطلقها في البدايه كان للقرى الاكثر احتياجا، دلوقتي شملت كل القرى. البنيه التحتيه بتاعه شبكات التوزيع هناك يعني بتتنقل نقله نوعيه كبيره جدا، من حيث اول حاجه شبكات او خطوط الهوائيه الجهد المتوسط يعني هتتحول من خطوط هوائيه لكابلات ارضيه. كمان الشبكات الداخليه اللي جوه القرى تم تدعيمها واحلال وتجديد المهمات الموجوده بحيث ان هو يضمن ان يبقى الاستقرار التغذيه الكهربائيه في هذه القرى، ويبقى كمان التغذيه ليهم مش مصدر واحد، كان الاول كان هو مصدر واحد، حاليا بيتم الـ يعني تغييرها تبقى من اكثر من مصدر، وده شيء مهم جدا علشان استقرار التغذيه الكهربائيه سواء في القرى او في المدن، وشغالين عليها كويس جدا. طب عايزه اقف مع حضرتك عند نقطتين من سياق كلامك، اولا العدادات الكوديه وكمان سرقه التيار الكهربي، ازاي بتتصدوا لسرقه التيار الكهربي؟ وهل العدادات الكوديه بتمنع ده ولا بتحد منه بس؟ خلينا نقول ان هو سرقه التيار الكهربي طبعا هو من ضمن التحديات اللي احنا بنقابلها بطريقه كبيره جدا. ودي بتعمل يعني حمل كبير جدا، وفي نفس الوقت القانون، قانون الكهرباء بيجرم الموضوع ده وبيعرض اللي هو بيحصل على التيار الكهربي بطريقه غير قانونيه وبيسرق التيار الكهربي الى المساءله القانونيه، وبتبقى ليها غرامات بتبقى كبيره. العقوبه ممكن تبقى حبس، ممكن تبقى الغرامه بتاعتها تصل ل 100,000 جنيه، ولو تكررت توصل ل 200,000 جنيه لو ما تمش التصالح. التصالح معناه ايه؟ معناه ان هو هيدفع غرامات او يدفع عمليه تقديريه باثر طبعا ممكن لا تمت لاستهلاكه بصله، ولكنها دي سرقه تيار كهربي، فبالتالي ممكن يبقى 12 ضعف اللي هو المتوقع ان هو يستهلكه، كميه كبيره. كمان في نفس الوقت يمكن العدادات اللي هي او التحول من نظام الممارسه لنظام العداد الكودي ده بيدي امكانيه او بيدي فرصه للمستهلك باكثر من جهه. اول حاجه ان هو ما بيبقاش عرضه للمساءله القانونيه في موضوع سرقه تيار الكهرباء. هو لا يقنن وضع الوحده السكنيه. لا ثانيه واحده يا دكتور، يعني هو لو بيسرق تيار كهربي وراح طلب تركيب عداد كودي بيتم اعفائه من ما سبق أعفاءه. من الدفع باثر رجعي ولا لا؟ مش اعفائه. هو لو هو سارق تيار كهربي وعلشان يقدم على التحول من نظام الممارسه، نظام الممارسه ده هو لفظ دارج ولكنه هو يعتبر مصالحه لسرقه تيار الكهرباء. فهو بيتحول من نظام الممارسه ده الى العداد الكودي. فلما بيركب عداد الكودي خلاص بقى اصبح سرقه التيار الكهربي مش موجوده عنده. الا لو سرق بقى تاني يعني. لا بس بيدفع القديم. الاستهلاك بشكل هو تقديري استهلاك. يعني مظبوط. لغايه لما بيركب العداد اللي هو الكودي. طب قد ايه عدد الناس اللي بالفعل تقدموا لتركيب العدادات مسبقه الدفع؟ تقريبا في حدود يعني اكثر من حوالي 2.2 مليون طلب على المنصه الالكترونيه لخدمات الكهرباء الذكيه. ده بيتم الاستقبال الطلبات وعايز اقول لحضرتك ان في اقبال يعني كبير للتقديم دوت. يمكن في بعض الاماكن بيقابلوا صعوبه في التركيب نتيجه ان بتبقى العماره كلها يعني عماره كبيره وفي نفس الوقت غير مؤهله، الشبكه بتاعتها غير مؤهله ومحتاجه مهمات كهربائيه بتكلفه
كبيره. المكان الناس السكان اللي موجودين يقول لك انا طب انا هدفع المبلغ دوت ليه؟ فين صاحب البيت؟ طب صاحب البيت ده احنا مين المنوط بالتقديم لتركيب العداد؟ صاحب البيت ولا صاحب البيت؟ مثلا لو شخص مستاجر للشقه؟ لو صاحب البيت المفروض، بس هو فين؟ ما هو مش موجود. بالظبط. وبالتالي اللي هو المتضرر هو اللي ساكن في المكان. وبالتالي احنا بيبقى فيه مهمات كهربيه مطلوب تركيبها علشان استقرار التغذيه الكهربائيه زي ما احنا قلنا في عنده، وكمان في المنطقه المحيطه، ودي من ضمن المزايا بتاعه العداد اللي هو الكودي. كمان من ضمن المزايا بتاع العداد الكودي ان المحاسبه بتاعته بتبقى بالاستهلاك بتاعه لا اكتر ولا اقل. وبالتالي ده نقطه مهمه جدا. الحاجه الميزه كمان الكبيره، لو حصل عطل عنده، لو هو سارق كهرباء، لو بلغ بالعطل محدش هيقدر يروح يصلح له حاجه، مش هيقدر يبلغ اصلا. انما لو هو مركب عداد كودي بيبقى يتصل بالشركه في عطل او حاجه، يتروح له تصلح العطل اللي موجود. وبالتالي هي مزايا كتيره جدا. في ناس كمان كانت متخوفه في بدايه الحديث عن العدادات الكوديه، انه طب ما ممكن الكارت يخلص اللي انت شحنه عشان الكهرباء يخلص مثلا في نص الليل وما تبقاش عارف تجدده. بس اظن وزاره الكهرباء طلعت وقتها بيان بتتكلم فيه عن انه لا، لو الكهرباء اتقطعت بالليل هيفضل الكارت شغال لحد تاني يوم، بحيث يقدر يروح يشحن الكارت وممكن يشحنه الكترونيا كمان. وهنا عايزه اتكلم عن الخدمات اللي بتقدمها المنصه الى المواطنين تسهيلا عليهم. زمان كنا عشان اي خدمه تروح الوزاره او تروح المصلحه او لازم تدب مشوار يعني. الحقيقه دلوقتي بقى كل حاجه الكترونيه في اتجاه الدوله للرقمنه. هو خلينا يعني ننوه الاول بالنسبه للعادات اللي هي مسبوقه الدفع. احنا عندنا عادات مسبوقه الدفع بالفعل احنا طورنا فيها بدرجه كبيره جدا. والمزايا بتاعتها كتيرة جدا. أكثر ميزة فيها هو التحكم في الاستهلاك بتاعه. الاستهلاك الشخص نفسه بيبقى شايف هو في أنهي شريحة. الجزء الخاص بيه كمان حتى في التطوير بتاع العدادات الآليات العدادات كلها من ضمنها برضو الآليات الإلكترونية. طريقة الشحن بقت طريقة إلكترونية، يمكن دلوقتي عن طريق الموبايل ممكن يشحن العداد المسبوق الدفع. كمان الخدمات اللي هي المنصة الإلكترونية بتقدمها يمكن تقريبا 25 خدمة تقريبا كل الخدمات اللي هو محتاجها المواطن بطريقه الكترونيه، وفي تطبيق متصل بالمنصه ديت اسمه تطبيق خدمات الكهرباء الذكيه. التطبيق ده بيبقى نازل على التليفونات المحموله، وبالتالي من اول ما ممكن يقدم على العداد او التغذيه الكهربائيه لغايه كل بقى الفعاليات. حتى لو عايز يقدم شكوى، ما لانه يمكن العدادات القديمه كان بنسمع شكاوى متكرره كده، الناس تقول لك لا والله ده اكتر من استهلاكي، ده الفاتوره جايه لي اكتر بكتير، ده هنا هو عارف هو استهلك قد ايه بقيمه قد ايه هيدفع قد ايه، مفيش تلاعب. هو متابع اول باول والاستهلاك بتاعه وعارف انهي شريحه، ويمكن ده اللي بينتج عنه ان اللي يستخدموا العداد اللي هو المسبوق الدفع لقوا ان هو بيوفروا جزء مش قليل من اللي كان بيدفعوه قبل كده. مش باختلاف التعريف ولا حاجه او لا، هو بس فقط علشان هو متابع الاستهلاك بتاعه. صحيح. انما مش بيتفاجئ اخر الشهر ان انا جايه لي الفاتوره قد كده. شكرا ليك ضيفي الكريم دكتور ايمن حمزه المتحدث باسم وزاره الكهرباء، شرفتني. وكل سنه وحضرتك طيب بمناسبه ذكرى ثوره 30 يونيو، وكل المصريين يا رب بألف خير. شكرا لحضرتك. شكرا. مشاهدينا الكرام، فاصل صغير وبعد الفاصل فقرتنا الاسبوعيه 8 الصبح موتورز، انتظرونا.
اهلا بيكم مره تانية. النهارده هنتكلم عن ازاي تشتري عربيه جديده. بتاخد راي مين؟ ايه الحاجات اللي مهم تركز عليها وانت بتشتري العربيه، خاصه انه ممكن اكيد بتسال الناس حواليك ايه رايك لو حد عنده نوع معين يعني او ماركه معينه، تقول له العربيه دي عامله ايه معاك، فيقول لك والله تعباني، دي بتعطل، دي فيها وفيها. فده ممكن يبقى صحيح وممكن يبقى بناء بس على تجربه شخصيه. خلونا النهارده نسال ضيفي وزميلي خبير السيارات معتز عاطف. اهلا بيك يا معتز. صباح الخير. ذكي يا صباح الفل عليك. لما تيجي تشتري عربيه لازم هتسال الناس حواليك، الدائره القريبه منك، تشوف مثلا الاراء على مواقع التواصل الاجتماعي، احيانا تلاقي اراء تبعدك تماما عن النوع ده من العربيات. ازاي او تاخد راي مين اضمن راي يكون صحيح وانت بتشتري عربيه؟ بصي يعني احنا ما بنقدرش نقول اضمن راي، هو دايما لما بيجي حد يشتري عربيه احيانا بيبقى واحد مثلا راكب ماركه معينه وعنده تجربه شخصيه معاها والعربيه كويسه جدا، فما بيجي يبيعها بيفضل يكرر نفس الماركه، والعكس صحيح. بتجيبي عربيه حظك يبقى وحش او زي ما بيقولوا احيانا القرفه، ودي حاجه حقيقيه. احيانا تركبي عربيه صح. تلاقي ان انت عندك مشكله بتبوظ منك وتبيعيها لحد من اصحابك وتبقى العربيه ماشيه كويس قوي وما عندوش مشكله هو معاه، بس انت عندك مشكله صح. لما تيجي تشتري لا يمكن تشتري الماركه دي تاني. ده بيحصل، وعشان كده بقت الناس دايما لما بيجي يسالوا سؤال انا بتسال دايما اسئله ايه؟ ايه رايك في العربيه دي؟ اشتريها؟ طب بيقولوا صح، دايما اقول له مين بيقوله؟ يقول لي سالت فلان قال كذا، سالت كذا قال كذا. لا هو في الحقيقه الموضوع محتاج ان احنا نبقى فاهمين ان في عربيات كتير بيبقى حظها وحش او حظي وحش معاها، فبتبتدي الناس تسوق لها بطريقه سلبيه. ولو انت حظك حلو مع العربيه هتسوق لها بطريقه ايجابيه. في عوامل اخرى زي التوكيل بيتعامل معاك ازاي، خدمه العملاء شكلها ايه، كل الحاجات دي ممكن برضو تبعدك عن نوع عربيه معين. دايما بتسال هي اعطالها قليله ولا اعطالها كتيره. كلمه اعطالها قليله دي كان زمان في التسعينيات كان المشاكل العربيات مختلفه عن دلوقتي، بس دلوقتي بقى في مشاكل. يعني زمان كان دايما عندنا مشكله يقول لك العربيه دي بتسخن. أيوة. حرارتها مش حلوه. العربيه دي بتاكل بنزين. العربيه دي دلوقتي مشاكل اكتر في الكمبيوتر بتاع العربيه صح. المشاكل بقت حلوه في الحراره وفي التكييف. كان زمان لا التكييف الياباني بس، يعني كان دايما اي حد تكلميه يقول لك ياباني بس، ما فيش حاجه اسمها غير تكييف ياباني. لا دلوقتي كل العربيات تكييفها كويس. الفرنسيه يقول لك لا ابعد عنه، اصل الفرنسيه العربيات وحشه قوي وما بتتباعش كويس. يا جماعه لا، هو الموضوع الالماني سمعته حلوه برضه. الالماني سمعته حلوه مع انه هو اعطاله نسبيا تعتبر اكتر من الياباني. طب اختلاف كل دول بقى، يعني ساعات كده يقول لك دي عربيه ما بتعطلش. مش حقيقي، كل العربيات بتعطل، كل العربيات ايا كان ماركتها او نوعها. وبيقف تحت ده نقطه مهمه جدا الناس ما بتاخدش بالها منها، استخدامي للعربيه وطريقه صيانتي ليها. يعني انا ممكن ابركب نفس العربيه وانا بحافظ عليها وبتعامل معاها كويس قوي، وانت راكباها تركزيش في المطبات، كل شويه تبوظ العفشه عندك، تيجي تقولي لا دي عفشتها وحشه، لا هي عفشتها مش وحشه. يعني الموضوع مش العربيه قرفتها وحشه مثلا؟ الموضوع مش كده خالص. احيانا القرفه بتبقى يعني جزء منه، ودي مالهاش تفسير علمي عند اي حد وخلاص احنا عارفين. بس كلمه ان انت بتاخدي مطبات وما بتقفيش وبتبوظي العفشه، فالعفشه بتبوظ منك بسرعه، فبتقولي كل شويه روح للراجل الميكانيكي عشان يقول لي العفشه باظت، انت ايه الوضع عندك؟ لا انا العفشه ما عنديش فيها مشكله لان انا ماشي بالعربيه مظبوط. طريقه سواقتك جزء مهم جدا. صحيح في عربيات بتفرق من الثانيه، بس الناس ما بقتش زي زمان. يعني زمان كان فرق كبير قوي بين العربيات الياباني والعربيات مثلا الالماني. يقول لك الياباني دي عربيات ما بتعطلش خالص. واحنا تورثنا ده من اهالينا ان خلاص الياباني دي احلى عربيات ما بتعطلش. لا دلوقتي العربيات الياباني بقى فيها تكنولوجي كتير فبتعطل، والالماني بيعطل. عشان ايه السنسرز يعني او الحساسات؟ بس العربيات فيها سنسرز كتير. الناس كانت زمان بتخاف من الصيني بقت تثق في الصيني دلوقتي. اغلب العربيات دلوقتي الاوروبيه واليابانيه والفرنسويه فيها اجزاء كتير صينيه، بس مش اجزاء اساسيه تعتبر اساسيه، كمبيوتر صينيه، حاجات كتير جدا جوه صناعه العربيات اليابانيه والفرنساوي والالماني صينيه. فاحنا بقينا دلوقتي نقول لا اصل الصيني حلو. طب من زمان كنا الصيني ده ما كانش له وجود وسط سوق العربيات، كان دايما الياباني وبعد كده الكوري او الالماني والياباني والامريكاني شويه والكوري، ابتدى الصيني يغزو السوق بقوه. فانا دايما بقول يا جماعه كده سويتهم ببعض ازاي؟ انا اقرر انه العربيه اللي انا هشتريها دي عربيه عمليه، خاصه لو انا مشواري اليومي مثلا من الشغل زي حالتي كده مشوار طويل صعب، لو مثلا ناس بتشتغل بتيجي من الاقاليم للقاهره والعكس، ف
فطريقها سفر عايزة عربية متينة تستحمل. طيب هو كلمة متين ويستحمل هو ده الأساس، أنا محتاج إيه من العربية وبناء عليه أنا بدور على إيه بالنسبة لي. يعني أنت بتقولي أنا طريق طويل، طريق طويل ومثلا في مطبات، محتاجة عربية تتحمل كويس، عربية عالية، طريق طويل يعني عايزة عربية بنزينها كويس أو استهلاك بنزينها معقول. فيبقى ده اختيارك لما تيجي تختاري، ما يبقاش اختيارك إن الناس بتقول، لأن التجربة الشخصية بتاعتي غير بتاعتك. أنا بالنسبة لي مشواري قريب، أنت بتيجي من بعيد، أنا مش فارق بالنسبة لي بنزين، هركب عربية استهلاك بنزينها عالي وسريعة. أنت مش فارق بالنسبة لك السرعة، عايز تركبي عربية مشوارك طويل وتتحملك، هيبقى أهم حاجة بالنسبة لك استهلاك البنزين. طريقك في وسط البلد فممكن زحمة غير الطريق السريع. في ناس بتستخدم عربياتها 5 أو 7 كيلو في اليوم رايح وراجع، وفي ناس بتستخدم 100 و150 كيلو. اللي بيستخدم المسافات الطويلة زيك هيحتاج عربية بنزين استهلاكه أقل. فيبقى في الآخر هو احتياجي إيه واستخدامي إيه وصيانتي إيه، هم دول الأساس. في نسبة لعربيات بتتحمل أكتر من عربيات، بس النسبة مش 30 و70، النسبة بقت 60 و40. طب بعيداً عن التجارب الشخصية وآراء الغير والآراء على مواقع التواصل الاجتماعي أو حتى آراء الميكانيكي بتاعك لو هتاخد رأيه أو هتاخده معاك وانت بتشتري العربية، في حاجات تانية مهم ان احنا ما نتجاهلهاش. زي ما قلت في البداية، مركز الخدمة مثلا، توكيل، خدمة العملاء، التوكيل، التعامل، خدمة ما بعد البيع، صح، التعامل مع مستهلك العربية. يعني انت بتشوفي توكيلات دلوقتي مجرد ان يبقى العربية فيها مشكلة يقول لك تعهات العربية مشكلتك ايه، بتخشي تقولي عندي مشكلة بيحلوا لك المشكلة. فانت بالنسبة لك التوكيل توفر قطع الغيار، حاجة برضو توفر قطع الغيار سواء جوه أو بره، جديدة أو استيراد، من الحاجات المهمة جدا اللي تخليني أشتري العربية أو لا. يعني أنا ده الحاجات بقى اللي المفروض أي واحد بيشتري عربية يروح يبص لها. فكرة اعتمادية في الحسابات، بس لازم أبقى عارف قطع غياري موجودة. أنا ما أجيبش عربية مش هلاقي قطع غيارها سواء استيراد أو في عند بتوع قطع غيار. التوكيل بيخدم كام عربية، التوكيل بيتعامل مع ناس إزاي، هي دي الحاجات اللي المفروض أبص عليها. أحيانا بتبقى العربية لسه نازلة في السوق المصري، وناس بسمع ده كتير يقول لك لا لسه مش متجربة، استنى شوية ما تشوفها الناس تجربها وتقول الأخبار. مش متجربة بمعنى العربية ولا بمعنى الماركة؟ أنا لو جيتي قلتي لي عربية دي ياباني بقالها 40-50 سنة بتصنع، هجرب ايه؟ ما خلاص احنا عارفين الماركه دي. ودايما الناس بيقولك لا دي فيها مشاكل، لا فيها كذا. يا جماعه دايما كل التوكيلات بتشتغل على المشاكل. كل شركات العربيات بره لما يجي يقولوا العربيات الفرنساوي كانت بتسخن زمان مثلا، او الايطالي كان بيسخن والياباني ما بيسخنش. الفرنساوي والايطالي بقوا يشتغلوا على موضوع الحراره. العربيات الالماني تكييفها مش حلو زي الياباني، بقى تكييف الالماني دلوقتي حلو زي الياباني، لان العربيات الالماني او الشركات المصنعه الالمانيه بتشتغل على كل نقاط الضعف اللي فيها، فبتطلع لنا في الاخر النتيجه عربيه مظبوطه. بدليل ان العربيات الصيني دلوقتي تكييفاتها حلوه، فيها تكنولوجي، فيها كل حاجه. فيبقى باختصار اختياري هو انا محتاج ايه وانا هتعامل مع العربيه ازاي. هقول لك انا كنت اقصد لما اقول لك العربيه لسه جديده استنى ما تبقى متجربه، انه لما بتشوفها انتشرت في الشارع وناس كتير راكباها بتبتدي انت تثق فيها، انه خلاص ده الناس وثقت فيها والناس راكبينها كتير فما فيش مشكله. دايما انتشار العربيه بيديكي نوع من انواع الطمانينه. أيوة. ان العربيه دي موجوده كتير، فيبقى هيخدمها شركات كتير اللي هي بتستورد لها قطع غيار، وهيخدمها التوكيل بتاعها. وفي عدد منها كبير، وبتبقي قلقانه من العربيه اللي مش منتشره انك عارفه ان قريبا مش هتلاقي لها قطع غيار. ده بيقلق الناس وبيخلي الناس يقول لك لا ما دي قطع غيارها ناقصه، ممكن اعطل العربيه تعطل وما نلاقي لهاش حاجه فنضطر نوفق لها حاجه. ودي نقطه لازم تتحط في الاعتبارات. بس ما يتحطش في اعتبار فكره ان انا قلت لك لا ما تجيبيش العربيه دي فانت ما تجيبيهاش، انا استخدامي غير استخدامك، انا عايز عربيه سريعه فما هركب عربيه بطيئه هقول لك دي وحشه، انت عايزه عربيه بنزينها كويس هتلاقي استهلاك البنزين عالي هتقولي لا دي وحشه. يبقى احنا هنا ارائنا معايير مختلفه، ما هياش ثابته، المعايير مختلفه ومعاييري غير معاييرك، فكل واحد يشوف احتياجه ايه، البادجت بتاعته ايه، العربيه دي امكانياتها ايه بالنسبه له، اللي شغال في مدق غير اللي شغال في وسط البلد، اللي بيمشي 5 كيلو غير اللي بيمشي 150 كيلو. كل الامور دي تتحط قبل ما نقول اعتماديه، لان لو خدت عربيه واطيه في مطبات ومدقات هبوظها، هتبقى مش اعتماديه وهتبقى عربيه بتاعتك. وانت لو سافرتي بعربيه بتستهلك بنزين عالي هتقولي لا دي عربيه وحشه، فيبقى اختيارك كان من الاول خاطئ. بس هو معتز لما احيانا الناس تبتدي تهمل عربيتها او تفكر تغيرها تلاقي العربيه بتبتدي تبوظ حاجات منها، يعني كانه العربيه ايه حاسه ان انت هتستغنى عنها. ده برضو ملوش تفسير علمي اظن، صح؟ خالص. انا مثلا بيصادف معايا كتير لو قررت ابيع عربيه يجي راجل مثلا يتفرج عليها تلاقي ظهرت فيها مشكله فجاه، مع ان هي العربيه ما كانتش ماشيه كويسه، ما كانتش فيها حاجه، فاللي بيجي يشتريها بيتخض، فببقى عارف ان هي خلاص العربيه دي مش عايزه تتباع
عشان ما ياخدهاش. هي قاعده هي موجوده. فدايما بيبقى في حاجات كده بتبقى قدريه، لكن الحاجات الاساسيه والعلميه اللي هي بتقول صيانتك مظبوطه. انا عربيتي الشخصيه اللي انا راكبها ماشيه 360 الف كيلو، ده رقم كبير قوي، بس بعملها صيانات مظبوط وبعمل لها كل اي حاجه محتاجاها، وفي الاخر بتعامل معاها على قد امكانياتها، فانا راكبها ومبسوط بيها. ولو ما كنتش مبسوط بيها كنتش هقعد بيها كل ده. بس صيانات مظبوطه بعملها على قد امكانياتها، ودي نقطه مهمه جدا لازم احطها في اعتبار لاي بني ادم راكب عربيه، اعملها على قد امكانياتها. بمعنى ايه يعني؟ انا عارف ان عربيتي مثلا مش سريعه، مش هجري، مش هقرص عليها عشان ما ابوظش الموتور. عارف ان هي يعني ايه عربيه مش سريعه؟ يعني في لا، في ناس غاويه سرعه، غاويه جري، فبيقرص على العربيه جامد. فاللي راكب عربيه محتاج عربيه سريعه، محتاج عربيه 6 سلندر 8 سلندر. كل واحد لازم يبقى عارف، اللي بيركب عربيه سباق غير اللي بيركب عربيه ماشيه في الشارع صغيره، غير بيركب عربيه واطيه في مطبات، غير بيركب عربيه عاليه. كل واحد يعامل عربيته على قد امكانياتها، هيلاقي نفسه مرتاح فيها ومش هيلاقي منها مشاكل. احنا دايما بنسمع مقوله كده، يا عربيتك احترمها تحترمك ولو هنتها هتهينك. بالظبط، معروفه. شكرا معتز، نورتني. معتز عاطف خبير السيارات، شكرا ليك، وكل سنه وانت طيب برضو. طيب. بكره 30 يونيو، كل سنه وحضراتكم طيبين. كل مشاهدينا الكرام، الذكرى التاسعه للثوره العظيمه 30 يونيو، يا رب يبقى يوم سعيد على حضراتكم، وكل اللي جاي في بلدنا الحلوه تبقى ايام جميله ومستقبل افضل لينا ولاولادنا. كل سنه وحضراتكم طيبين، وهنا بتنتهي حلقتنا. بكره ان شاء الله حلقه جديده من 8 الصبح. ابدا يومك صح. باي باي.